انت لسه تصنيع؟ ايوه لقيت جوزي. خش فتش. مفتش مفتش ايه؟ في حاجه يامه؟ لا يا عدريس مفيش. ما تخافيش يا وفاء. ده الصناديق جوه يا فندم. الصناديق دي بتاعتك؟ ايوه بيه بتاعتي، فيها صابون. افتح. ايه ده؟ صابون من فوق حشيش من تحت. حشيش ايه يا بيه؟ ايه ده؟ احنا ما نعرفش الحشيش حشيش ايه يا بيه؟ دول كانوا عند كوثر هانم، بعتتهم لي اول امبارح وقالت لي مش عايزه الصابون. اسالها، دي ست طيبه قوي يا بيه. والاوراق دي بتاعتك؟ لا يا بيه مش بتاعتي، ما اعرفهاش، ما اعرفش حاجه عنها. ازاي؟ ده حوافز من البنك باسمك. حوافز من البنك؟ بنك ايه يا بيه؟ ده احنا غرامه مش لاقيين ناكل، بنك ايه؟ حرام عليكم. فتوح. يا بيه الصناديق دي بتاعتي. الست كوثر هتقول لك ان الصناديق دي بتاع الصابون. انا بتاع الصابون، مالي انا ومال المخدرات؟ يا فندم الست دي كانت بتستعمل بيتي كمخزن ليها. انا ست طول عمري محترمه وفي حالي، فكانت بتستغل المكان المحترم ده كمكان امين لنشاطها. مش مظبوط يا ست كوثر. تعال انت وهو. ايه اقوالك؟ الهانم بتاعتنا ما كانتش تعرف اي حاجه عن الصناديق دي ولا عمرها شافتها. الست كوثر هانم كانت بتحب تدي حسنيه فلوس والسلام. وانت يا بواب؟ كان بيستناها بيه ناس بره وياخدوا منها الصناديق. ما حصلش. انا عندي عيال عايزه اربيهم يا بيه. ولما انت عايزه تربيهم ماشيه غلط ليه؟ ليه بتعض الايه اللي اتمدتلك؟ انت كدابه، والرجاله بتوع الدول كمان كدابين. اما واضحه صحيح، انا معرفش حاجه عن الصناديق دي، عمري شفتها. ما تتكلمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظلمه. مش عايز ولا كلمه. انتهت المواجهه. الورق ده عباره عن حوافز بنوك، فلوس محطوطه باسمك بمبالغ تصل الى 10,000 جنيه. مش معقول يا بيه 10,000 جنيه؟ ومش معقول ان صابون الدبابه اللي بتشتغلي فيه يكسب الفلوس دي كلها. يا بيه ده احنا غلابه مش لاقيين ناكل. الورق ده ما عنديش فكره عنه، لازم حد ليه الغلط حطهولي. يا سلام على البجاحه. انت ما عندكيش ضمير. بس خلاص. اكتب. قررنا الافراج عن السيده كوثر انور الطايع بضمان محل اقامتها، ويتم الافراج عنها من سرايا النيابه. ثانيا، تحجز المتهمة حسنية أحمد فرحان 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى تجديد الحجز في الموعد القانوني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بعد الاطلاع على أوراق الدعوة وسماع المرافعة الشفهية، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة حسنية أحمد فرحان بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. عشان ما تتحبسيش اتحبس انا، تلفي لي طومه وتشردي ولادي. صباح الخير استني. صباح الخير. في ايه؟ عارف صباح الخير. مستني ستك تحت. طيب انا هلبس واجيله حالا. صباح الخير يا استاذ سعر. يا صباح الخيرات. اهلا. الحمد لله على سلامتك يا ستي. الله يسلمك. كل شيء عالي العالي. الحمد لله. كوثر هانم ما تاخذيناش، لاننا ما حاولناش نعمل معاكي اي نوع من انواع الاتصال لحد ما اطمنا ان خلاص القضيه اتحكم فيها وبقينا في امان.
ايه شايفك مش مبسوطه؟ الحقيقه ما كنتش اتمنى ادخل الست دي السجن، كان نفسي يبقى في حل تاني. خطتنا ان احنا لازم نعمل حساب اليوم ده، لازم يكون في كبش فدا عشان حضرتك تطلعي زي الشعره من العجين. ما تنسيش ان قضيه زي دي بيوصل فيها الحكم احيانا للاعدام. انا صحيح نفدت من العقاب، لكن ما كنتش متصوره ان في نوع تاني من العقاب النفسي يعذبني طول الليل والنهار. يا ماما عايزك تحطي في دماغك حاجتين اتنين. اولا القبيج، يعني المكسب المادي الخرافي، وثانيا حبل المشنقه. عندك حق. نتكلم بقى في الشغل. بيتهيألي الوقت مش مناسب، انا اعصابي تعبانه ومش قادره اتكلم في اي حاجه. لا 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 لا، انا مش عايز الموضوع ده يشدك اكتر من كده. لا يا ماما، انسي، حاولي تنسي. المساله عايزه وقت. نديكي وقت. على فكره الشنطه دي فيها 250 الف جنيه كانوا ليكي عندنا. طيب مع السلامه. لا 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 لا، ميرسي قوي، خلي حضرتك مستريحه، انا عارف السكه كويس. الشنطه على اذنك. فرحانه بالفلوس؟ افتح الشنطه واديهم، هتلاقيهم كتير، وحطيهم على الفلوس الكتير اللي عندك. ادي دول وحطي دول جنب دول وخليهم ينفعوكي، خليهم يجيبوا لك النور. كفايه كفايه. خير استنى، خير في ايه؟ حضر العربيه، عايزه اروح بيت حسنيه. وليه بس كده يا استهاني؟ عايزه اروح لحسنيه. حاضر حاضر، بس ايه يا استهاني؟ انا هحضر العربيه. اتفضلي يا استهاني، اتفضلي. بدي اجيب لك بس كله ورا مستني على استهاني. اهلا معلش معلش، سيبهم يعرف. هاي عصبوك يا استهانم. طب ابعدي بس شويه يا حبيبتي. وانت اسمك ايه؟ محسوبك يا ست هانم عتريس. هتعرفيهم ازاي بس من بعض يا استهانم؟ على رايك مش ضروري اسمائهم، انا كنت عارفه انهم 11 عيل، بس ما كنتش متصوره انهم يبقوا كتير بالشكل ده. لا كمان يا ست هانم، دول عيال غير كل العيال. يعني ايه عيال غير العيال؟ احنا ناس غلابه يا ابويا. طيب طيب، انت الكبير؟ انا الكبير عتريس. انا عندي فكره عن ظروفكم. ابويا خرج ما رجعش، وامي برضو خرجت ما رجعتش. طيب انتوا مالكوش قرايب؟ مالكوش معارف؟ الجيران كانوا بيعطفوا علينا كده بلقمه ولا اتنين، وبعدين اول ما لقوا العمليه طولت زهقوا. طب يا عتريس خد الفلوس دي ليك ولاخواتك. فلوس انت ما روحتيش مع اخواتك تاخدي فلوس ليه؟ انا مش عايزه فلوس. انت اسمك ايه؟ وفاء. وعندك كم سنه؟ طول. يعني كام؟ 4 سنين. طب انت ماسكه فستاني ليه؟ اصل انا حبيتك قوي وعايز اجي معاك تعطيني عند امي. اوديك عند امك؟ اصل انت مش عارفه زمان كان فيه هنا واحده لذيذة أوي طيبة أوي اسمها قمر. قمر دي كانت بتأكلني مش غرامة تحطيني، بعدين يا ستي مشيت راحت فين الله أعلم. من ساعة ما مشيت مش عارفة آكل. كفاية كفاية. أنا سألتك أنت رايحة فين؟ أنا هروح. مش أنا قلتلك تاخديني تودين عند أمي؟ طب افرضي ما لقيناهاش؟ هتبقى حاجة تحير. أقولك أستنى معاك. يعني أنت عايزة تيجي معايا؟ آه. طيب هات يا عارف. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده انت بقيتي زي القمر. انت اللي قمر. يا بكاشه. انا مش بكاشه، انت صحيح قمر وحلوه مش بكاشه زي الست دي. طب يا حبيبتي ادخلي بقى من الباب ده، هيحطوا لك الاكل اللي انت عايزاه. ما في هنا واحد جوه حاطط تاتر اقول لك جيب لي رز. اه، يحط لك رز ويحط لك كل اللي انت عايزاه، وما تخافيش من حد. يلا يا حبيبتي.
اسمعي يا دادا. افندم استاذ. وانت مروحه هتاخدي البنت دي تعيش معاكي، هتهتمي بيها، وكل مصاريفها انا هديها لك واكتر. اللي تشوفيه يا استاذ. ومن وقت للتاني ابي هاتيها لي عشان اشوفها. حاضر استاذ. يا بنتي تعالي هنا. ايه في ايه؟ الست دي عايزه تخافي معاها وانا مش عايزه اجي معاها. ليه يا وفاء؟ شوفي بقى لما اقول لك، يا اما توديني عند امي يا اما اقعد معاكي انتي. انا هنا تحت رجليكي في الحته السخنانه دي عشان انا بحبك. ايه مش بتكشري زي الست دي؟ انا بكشر يا بنت. والله تخليني معاكي وسكن على الاكل، انا مش هاكل في الاربع رزات بس. يا حبيبتي اربع رزات بس؟ طب خليهم اتنين. خلاص يا دادا روحي انتي، بس هاتي لي شوكولاته من هناك. حاضر. كمان شوكولاته في ساعه الاكل. حبيبتي الحمد لله سيادتك النهارده صبحه احسن. اصل نمت امبارح كويس وصبحه جعانه بشكل. الله انت محضر السفره عشان نفر واحد بس؟ احنا نفرين. مين مع سيادتك يا فندم؟ وفاء. وفاء. لطيفة بشكل ما تتصورش قد ايه سلتني. ما دام بتسلي سيادتك يبقى نحضر السفرة نفرين. يا ست هاني. ايوه. في واحد بره عايز حضرتك اسمه سالم. ايه؟ الله وايه اللي جابه بدري كده؟ طيب انا جاية له حالا. اتفضلي يا ست هاني. يلا. اوبا. ايوه. صباح الخير يا استاذ سقر. صباح الخير يا مصر هانم. جيت بدري شوية معلش. خير ان شاء الله اتفضل. عملية جديدة انما خطيرة. عملية ايه؟ عملية من عملياتنا. احنا بنشتغل في ايه يا عمي؟ انا تسببت في دخول واحدة السجن مؤبد. ارجوك مش عايزة اسمع عنكم اي حاجة او اي عملية انت بتعملوها. والله اذا كان ضميرك صحي قوي كده خطوتين وتعترف يا ماما وهم يصلحوا الوضع. استاذ سعد المقابلة انتهت وأرجوك مش عايزة أشوفك هنا تاني ولا أسمع صوت أي حد فيكم. أظن كلامي مفهوم وواضح. مع السلامة. مقابلة مش لطيفة لكن باي باي. مالك استهان؟ مال القمر الكريم استعلان ليه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي. هو الراجل ده كل ما يجي يعكن على ستك. لا لا كان عكنن عن 50 سنة. يا حبيبتي اسمع يا معارف، لما الراجل ده يجي هنا تاني ما بتخلصش عشان مش عايزين نعكن عليها تاني. ده احنا مصدقنا ستك كنت صبحة كويس. هتبقى كويس. روح انت اعمل اللي في ايدك. يا بنت اسكتي. سيبها يا عارف وروح انت. حاضر استهان. اقول لك نكتة تروقك؟ قول يا حبيبتي. ما واحد اتساق في قرشين اتعفص. حبيبتي. بتعمل ايه يا وفاء؟ وهديك عشان ما تغلطيش. حبيبتي حبيبتي. طب تعالي تعالي. يا وفاء. حبيبتي شوفي بقى انا جبت لك ايه. شفتي بقى مبسوطه؟ مبسوطه. ربنا يخليك يا ماما حلوه. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليكي انتي. يلا خدي العروسه بقى العادي بيها. ايه عارف وديني الفلوس لاخوات وفاء زي ما قلت لك؟ والله يا فندم لما رحت من البيت لقيت البيت مقفول وسالت الجيران قالوا ان كل واحد منهم راح في سكه وما عرفوش عنهم حاجه. انا غريبه. على العموم انا عملت اللي عليا ودلوقتي حضر لي العربيه عشان نفسي افرح. نفسي افرح. هتفرحيني معاك يا استهان؟ وفاء اجبرتني انها تكون بنتي ومن النهارده هتكون بنت رسمي. ايه هتتبنيها استهان؟ لا 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 اكتر من كده هديها اسمي واسم جوزي. نعم
وسيادتك اللي توافق يا فندم؟ يا عارف أنا باخد وبدي معاك في الكلام لأن عندي ثقة فيك ومعاشراك أكتر من 20 سنة. حكاية وفاء دي مش عايزة أي حد يعرفها، والخدامين أنا هغيرهم في بحر 3 4 أشهر. أيوة أستاذ هانم، بس البنت دي بالذات بنت الست اللي دخلها السجن. بلاش دي بالذات. اسمع يا عارف، في حد بيختار اللي بيخلفه؟ في ست بتختار المولودة اللي هي عايزة تولدها؟ طبعا لا. بس أنا عندي إحساس كامل إن أنا خلفت البنت دي، ويمكن ربنا بعت لي ليها عشان أخلصها من الحرمان اللي كانت عايشة فيه. يلا يا عارف العربية. تجني لحد الضابط وقتها. تعرف يا ماما، وانا ماشيه في الطابور عينيا ما كانتش شايفه حد ابدا قاعد في المقصوره غيرك. بيني وبينك انا كنت قاعده اقرا القران وادعيلك. اصلك امرك انا مرات الضابط. الكلام ده ما ينفعش مع الضابط والرد. لا، في ضابط يتقال له امر من هنا ورايح. انا حضره الملازم اول وفاء نبيل المشتناوي. الله يرحمك يا بابا، كان يتمنى يشوفك في الرمله. الله يرحمك. يلا حبيبتي غيري هدومك عشان طب احنا مش هنحتفل بقى بالمناسبة دي ولا ايه؟ طبعا هنحتفل. خلاص؟ طب ايه رأيك بقى نعمل حفلة كبيرة ونعزم فيها كل اصحابي ودفعتي اللي اتخرجوا معايا؟ عايزيني فيها كل اللي انتي عايزاه. ربنا وانا هتلالك حفلة قريب. ربنا يخليكي. ماما اقدم لك الملازم اول خيرية، دي بقى كانت قاعدة جنبي طول السنة واحنا في كلية الضباط التخصصي. يعني كنت قاعدين على تختة واحدة؟ ايه؟ تختة واحدة؟ احنا عيال صغيرين ولا ايه؟ وانتوا فاكرين كبرتوا خلاص؟ هنكبر على حضرتك يا طنط. عايزينك ترقصي لنا يا وفاء. ايه؟ ارقص؟ في ظابط يرقص؟ طب ويه يعني؟ هو ظابط مش انسان ومن حقه يفرح؟ ايوه، بس دلوقتي الظروف اتغيرت. ايه الظروف دي؟ يلا يلا. اهدي يا استهانة، اهدي. بيقولوا ما دام الدكتور الكبير ده جه ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. بنتي، بنتي اللي ماليش غيرها في الدنيا. جيب الحوائج سليمة يا رب. يا رب. حضرتك كوثر هاني والدة المريضة؟ ايوه، خير يا دكتور. للأسف الشديد بنتك عندها فشل كلوي مزمن يقتضي سرعة نقل الكلية. نقل كلية؟ نجيب كلية، نجيب 2، نجيب 3. مسألة مش ببساطة دي يا هاني. الكلية اللي محتاجاها بنتك كلية بني آدم، ودي ما بتكتبش في روشتة وتيجي من أجزخانة، دي بتتاخد من جسم بني آدم سليم. طب الحل إيه؟ هنعمل التحاليل والفحوصات اللازمة ونشوف نوع الكلية.
لا لا يا هاني، لازم تتملي اعصابك، المشوار لسه طويل. لازم بنت حضرتك تشوفك في حاله نفسيه كويسه، لان ده قطعا هينعكس عليها. المهم دلوقتي في الكليه. بالظبط كده، نشوف دلوقتي هنجيب الكليه منين. خدوها مني انا طبعا. ايوه لكن لكن ايه؟ لكن مع كبر السن اعتقد العمليه دي صعبه عليك. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت بتتكلم على بنتي اعز حاجه عندي، انا من غيرها ماليش وجود، حياتي كلها ملهاش قيمه. ارجوك يا دكتور ابتدى من التحاليل. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه اخبار المريضه بتاعتي؟ ما بتبطلش عياطي يا دكتور. لا 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 وفاء، عايزك تبقى اقوى من كده. ها بقول لك ايه، انا المرضى بتوعي خصوصا اللي بيقضوا معايا مده طويله انا برفع التكليف بيني وبينهم. ها بهدوء كده، ايه اللي مضايقك؟ غسيل الكلى يا دكتور 14 ساعة في الأسبوع مرتين. وإيه تاني؟ ده كل شوية في عز شبابها يا دكتور وتتعذب العذاب ده كله. شوف يا وفاء، انت قطعا في وضع احسن من اللي يبقى ماشي في الشارع وتنزل على نافوخ وطوبه تجيب اجله في دقيقه واحده. انت بقى احسن ولا بتاع بطوبه؟ ها 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 انت امشي. انا صباح الخير. مع السلام. جميع التحاليل والفحوص اثبتت التطابق كامل، يعني اقدر اقول لك لما ناخد كليه من حضرتك من إله الجسم وفاء الجسم هيتقبلها ان شاء الله مش هنفذها. خبر عظيم يا دكتور. اللي مش مريحني انا بقى شخصيا يا كوثر هانم، صحه حضرتك العامه من خلال الفحوص والتحاليل برضه قد لا تحتمل عمليه زي دي. صحتي تساوي ايه قدام صحه بنتي؟ انت عاجبك منظرها ده؟ البنت اللي زي القمر اللي كلها نشاط وحيويه وفي احلى سنين عمرها يجرى لها كده؟ ان شاء الله لو دورنا هنلاقي حل تاني. هستنى شهر ولا اتنين، هستنى لسه تعمل تحاليل تنجح او ما تنجحش. عايزني اشحت كليه لبنتي يجي واحد يوافق وتاني يوم يقول لي لا؟ ارجوك يا دكتور ارجوك، الكليه هتتاخد مني انا. يا كوثر هانم واجبي ان انا احذرك، اولا سنك وبعدين حالتك الصحيه لا تسمح. دكتور يحيى انا حياتي كلها ما تسواش يوم واحد تعيش بنت سعيده، يوم واحد تعيش طبيعيه زي اي بنت في سنها. دكتور يحيى خد الكليه، خد الاثنين، خد دمي، خد قلبي، خد كل نبضه فيا، بس بنتي تعيش. ارجوك يا دكتور، وبعد كده مش هطلب حاجه ابدا، هدع من ربنا ان اعيش 10 دقايق بعد العمليه عشان اطمن انها نجحت وبنتي عاشت، وبعد كده ما عنديش مانع استقبل الموت بصدر رحب. كوثر هانم انا بقالي 20 سنة جراح، شفت مواقف انسانيه ملهاش اول ولا اخر، لكن صدقيني انا عمري ما اتحطيت في موقف مؤثر بالشكل ده. ربنا معانا ان شاء الله. بس ليا رجاء عندك يا دكتور، مش عايزه وفاء تعرف انها هتاخد الكليه بتاعتي لانها مش هتوافق. ازيك يا وفاء؟ فين اللي هيديني الكليه بتاعته؟ حالا هيدخل دلوقتي. كان نفسي اشوفه عشان اشكره. اي مبلغ هياخده قليل قصاد التضحيه اللي هيقدمها دي. وفاء عارفه اسمه بالكامل؟ وفاء. وفاء ايه؟ نبيل. عارفه اسم ماما؟ وفاء. وفاء العملية هتاخد قد ايه يا دكتور؟ حوالي 4-5 ساعات. نفسي اغمض عيني وافتحها الا يوفى كويس ان شاء الله.
المهم انت ازيك دلوقتي؟ دكتور. نعم. انا فتحت عيني لقيت ماما نايمه على السرير، وبعدين بيدوها زي ما باخد بالظبط، زي المحلول اللي باخده ده. ها؟ مامتك يا ستي هي اللي ادتلك الكلمه. ليه كده يا دكتور؟ اولا لانكم انتوا الاثنين هتمروا بمراحل علاجيه زي بعض كمان. ثانيا مصيرها كده ولا كده هتعرف. اعتقد دي مسائل مش استخباش. وليه يا وفاء؟ عملتي كده يا ماما؟ هي الكلية بتغلى عليك يا حبيبتي يا ماما. ربنا يقومك بالسلامة. ما تتحركيش يا حبيبتي. انت اللي ما تتحركيش. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ما تحرمنيش منك حبيبتي. صباح الخير. اهلا. صباح النور. الحمد لله انت بقيت اهل العيال اهو. البركه فيك يا دكتور. يا ستي انا ما عملتش اي حاجه. ليه التواضع ده؟ على فكره انا ما كنتش عارفه ان اللي عمل العمليه من احسن الدكاتره اللي في مصر. يا ستي انت مش جراح شاطر بس. لا ده انت كمان بتعرف ازاي تحط المرضى بتوعك في ظروف نفسيه تخليهم تخليهم ايه؟ تخليهم ايه يا وفاء؟ تخليهم يبقوا دايما مستنيينك تيجي تشوفهم. كل العيانين؟ اه طبعا كل العيانين. انت ما سالتش على ماما ليه؟ شفتها تحت في الجنينه يا ستي. اه قولي لي. اه انت ما زلتيش تمشي معاها ليه؟ عشان انا قاعده مستنيه الدكتور بتاعي لما يجي يشوفني الاول. دكتور. نعم. لو سمحت احنا جاهزين. انا جاي حالا. على فكره احنا هنخرج بكره. انا عارف. السلامه ان شاء الله. الله يسلمك. ألحق العيان بتاعي. اوكي. بس زمانه قلق. ها؟ اوكي. ايه؟ انت مستنيه حاجه؟ لا ابدا يا ماما مفيش حاجه. خلاص الشنط نزلت؟ اه الشنط نزلت. انت عايزه تقعدي ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما يلا. كويس اني لحقتكم. صباح الخير يا كسر هاني. اهلا وسهلا. صباح الخير يا وفاء. صباح النور يا دكتور. كسر هاني عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. اتفضل. اتفضلي يا وفاء. كوثر هانم انا طالب القرب منك. يعني الحقيقه انا اتفاجئت. ارجو انها تكون مفاجاه ساره. اكيد احنا ما نقدرش ننسى افضل. افضل يا كوثر هانم انا ما عملتش اي حاجه. على العموم ما دام متفقين خلاص. مين ومين اللي متفقين؟ حضرتك وفاء. انا ما اتفقتش مع وفاء. دي أول مرة تسمع مني الكلام ده. يعني أنت بتطلبها من غير ما تتكلم معاها؟ أنا رأيي يا كوثر هانم إن أنا أدخل البيت من بابه. حضرتك تسأليها يا توافق يا ترفض. خلاص أدي الجمال وأدي الجمال. إيه رأيك يا وفاء؟ كوثر هانم أنا أفضل السؤال يكون بينك وبينها. عندك حق. على العموم إحنا مش هنلاقي أحسن منك. لا أعتبر ده تأثير على وفاء ولا إيه؟ ماما العربية مش مستنية تحت. مش يلا بقى. اتفضل. يلا. اتفضل. اشرب دم يا باشا مرة، ما تنساش انك عسكري. اشرب دم. ايه في ايه؟ البين مأمور قال لي ودي الواد المشبوه ده عند حضرة الظابط وفاء. طيب سيبه. وفاء اسمك ايه؟ عتريس. عتريس؟ ايوه عتريس. امال حسام الحرام ايه؟ عبد الحليم حافظ؟ اتكلم عادل، انت فاهم؟ يا حامش انت. دلوقتي اتاكدت انك ظابط بحاله وحقيقي. انت هتتكلم عادي ولا عمر قاعد مستغرب؟ مش قوي كده يا حضرة الظابط. اللي على فكره اقول لك حضرة الظابط ولا ظابط هاني؟ اخرس خالص. عليا النعمه اخرس دي بتاعت لواء. يا واد بلاش لماضه، ولما اسالك سؤال ترد على قد السؤال وبس لو معورك. بالراحه يا مدام على نفسك. لا تكوني حامل والنرفزه والعصبيه خطر على الجنين. ربنا يقومك بالسلامه انت واللي زيك يا اختي. احترم نفسك يا عفريس وكان كويس. ما تحبش تضرب بالايد. سماح. جايبينك هنا ليه؟ كل ما تحصل سرقه دايرة الكراكون يسحبوني. معايا اللي اتسرق امبارح تحف ومجوهرات انا ما بشتغلش فيها. انا شغلتي لا مؤاخذه فيديو تلفزيون استيريو هاي فاي، انما التحف والمجوهرات دي مش شغلتي. وبقى برخيص بتخم فيها لا مؤاخذه.
طيب انت بتسرع ليه؟ هواية. مش بيقولوا عندكم ان العروسة تهوى التطريز وثقافتها الفرنسية؟ انا اهوى السرقة وثقافتي الامية. انت هترجع تكلم عيوك تاني؟ امال اقولك ايه؟ انا بسرع عشان اهلي مربونيش، بسرع عشان ماما. شوية الريح اللي حضرتك حطاهم دولت يوكلوا عيلة اسبوع بحاله. انت مالكش دعوة بيا وخليك في نفسك. اشمعنى انتوا بتاخدوا بالكم من نفسكم؟ خدوا بالكم مننا احنا كمان، احنا بني ادمين لحم ودم، بنجوع وبنعي. المجتمع مفتوح للعمل الشريف، ما تبصش لغيرك، اشتغل وانت ممكن تبقى احسن مني. انا ما عنديش فرصة بقى، مش حرامي. مش عارفة مصدقك ليه؟ عشان بتكلم من قلبي، وعشان نص الحرامية مش عايزين يبقوا حرامية. انت سرقت امبارح؟ ما سرقتش لسبب بسيط. اتفضلي. ايه ده؟ جواب من مستشفى النيل، لسه خارج الصبح الساعة 12 وانا داخل الحرس تلقفوني. قعدت في المستشفى 4 ايام، مكتوب عندك في الجواب. كنت عيان؟ امال كنت بتفسح؟ قالوا لي عندك لحمية في مناخيرك، عملتها حجة ودخلت المستشفى. منها اعمل عملية اللحمية ومنها اكل اكل العيانين. انت عملت اللحمية دي؟ السنة يا هانم. تمام يا فندم. تمام يا فندم. مش عيب تعمل تحية لواحدة ست؟ اسكت يا عتريس، ما توديناش في ده. افعالكم دي اللي جايبانا ورا. اوعى ناس ايدك. انا بتهيألي يا فندم ان سرقة امبارح بالذات هو ملوش دخل بيها. ايوه بس ما يغركيش انه ما سرقش امبارح. ده ولد شقي ومتعب ومقرف. المهم هتعمل ايه وياه؟ والله يا فندم انا بتهيألي انه ممكن اصلاحه. تبقى عملت فيه وفينا خدمه كبيره قوي. ده عارف المباحث، يا دوبك يخرج من قضيه شهر ولا شهرين ونرجع نقبض عليه في قضيه تانيه. انا هبذل كل جهدي يا فندم عشان احول مجرم زي ده لمواطن صالح. يا ريت تنجحي في ده. طيب يا فندم انا همشيه دلوقتي وان شاء الله ربنا يسهل وما ارجعش متهم هنا تاني. ما تتعشميش قوي كده، مش بالسهوله دي. ربنا يسهل يا فندم عن اذنك. مع السلامه. روح يا كريس. سيبوا عسكري. مش فاهم. ايه مش عايز تروح؟ اما مفيش حجز 5 ايام ولا ضرب على البتاع؟ لا مفيش. مع السلامة. كمان مع السلامة؟ انا مش مسافر نفسي، نازل ايدك. ودي يا باشا يا باشا انا بسألك. دي حلوة قوي، جايبينها منين؟ من الفانيرو، من عند سيد السمدوني. احضر ولا تحكم طعنك، افضل شيء ابدا ازعلك، اما العزول والحسدون، اما العزول. حضرية بقى تسيبك من حكاية الشغل دي، مش كده؟ ليه؟ انت مش اغلب الوقت بتشتغل؟ حاط في البيت اعمل ايه؟ تعالى ندردشوا يا ودي يا باشا يا باشا انا بسألك تقول مباشا اكلك يا ودي يا باشا يا باشا انا بسألك تقول مباشا اكلك. على العموم قريب قوي قوي هيبقى فيلم زولك. واد يا حرامي، واد يا اخويا. ايه؟ واد ايه؟ بأسك بتاكل ببنت؟ بنت ده ايه؟ اهو اهو احطه في عينك. اوعى. جبت الولاد منين؟ ما كنتش هنا، هجيبه منين؟ هجيبه من الرجل يعني؟ ما انت راجل بالاربع ولاد قبل كده. جريها يا زكي حرام الغسيل. اخوانا بتخوني يا زكي؟ تعالى حامل. تمني سكر على فندم.
وعايز منك 10 جنيه. انت هتاخد هعرف عشان بتخوني يا زكي حرام الغسيل. خلاص مش هخونك تاني، مش هخونك. اتفضل. مش انا واخده واكل قدامك بالولد. 10 واحدة. اتفضل اخويا عيلة اهو. يبقى الاربع تنات خلص. خلصوا طبعا. وقت. لا استنى بقى. الخومة هنا. الخومة هنا. بس على غيرها انت اهوت. اتفضل يا فندم. اهلا 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 حضر الظابط هاني. احترم نفسك يا واد. تعزين قوي الحكومه ده زكي. 24 ساعه ما لحقتش تمر وجت حظ الظابط الجرجري نفسها. اتفضل يا فندم جايب لك بوري. ما باكلش سمك. البوري يا فندم مش سمك، ده البوري ده كرسي المعسل. لذيذ قوي. اخر اموريه. امشي قدامي يا واد. على فين يا فندم؟ امشي قدامي. هيكون على فين على السيمه؟ لما الفيلم اللي فات ده وحش قوي بايخ ما بيضحكش. امشي قدامي. دور عسكري. نزلك يا زكي. زكي حرام الغسيل. السلام عليكم يا زكي. خلي بالك معايا يا ولد. ما تسرقش يا زكي. معايا ولد. تقولي ما تسرقش. انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده ما سرقتش. الله، انتوا عايزين تلبسوني تهمه. مفيش حريه في البلد على ان اروح للمعارضه اتسلط عليهم. لا افتكر انا ممكن اتهاوش. بلاش الحركات دي معايا. اهدى كده اقعد عشان نعرف نتكلم. اقعد. اقعد فين؟ على الكرسي ده؟ ايوه. قدام حضرتك؟ ايوه. خلاص اقعد. تشرب ايه؟ بيبس. بيبس؟ شاي. خلينا نجيب شاي لعكريس. حاضر. شوفي قاعدين على كرسي، جيبي لي شاي. مش هقر على حد يعني مش هقر على حد. وانا مش عايزاك تقر على حد. مش ده اللي انا عايزاه منك. هات من الاخر. عايزه مني ايه؟ عايزك ما تبقاش حرامي يا عتريس. انا رئيس مؤسسه الدواجن. شايف انا للاخ عتريس. ازيك يا جماعه؟ حلو الاخ عتريس. شوف يا عتريس، كل واحد فينا جواه الخير والشر، الحلو والوحش. احنا بقى عايزين نسك على الوحش، يعني بالبلدي كده عايزين نبقى نضاف وحلوين قوي. ايه رايك يا عتريس؟ طب وايه لازمتها قلبة الدماغ دي؟ عشان انا عايزاك تبقى كويس. طب انا عايز صورة. ادي علبة سجاير اهي. ولو ان السجاير دي مضرة على صحتك يا عتريس. حضرتك بتعمليني كأني بلاقي. أنا متأكدة إنك بني آدم وبني آدم كويس أوي. أنا عايزاك تعتبرني زي أختك يا عتريس. لو لا أنا في عرضك. الكلام ده كبير عليا أوي. أنا مش حلو. وفيها إيه لما أبقى زي أختك؟ فيها حاجات كتير. أنا متعود منكم على الضرب على السجن. إنما عايز تفهميني إن ضابط بوليس يقول لواحد حرامي أنا زي أختك؟ لا ده كتير أوي كتير. أنا مرضاه لكيش الحكاية دي. مالك يا عتريس؟ انا عايز امشي. ما كانش في امر بنقض عليا. لا ما فيش امر بنقض عليك ولا حاجه، وتقدر تمشي وقت ما انت عايز. انا حاسس ان انا كان ممكن ابقى كويس، بس خايف يكون القطر فات. لا لسه القطر ما فاتكش. هتيجي بكره يا عتريس. هفضي لك نفسي. ربنا يخليك يا فندم. هتيجي لوحدك؟ حاجة يا فندم. مالك يا وفاء؟ سرحانة في ايه؟ في موضوع شغلك؟ واد حرامي. عايزين نخليه مواطن صالح. لا برافو. ينفع شعار كويس. يعني ايه؟ يعني يا وفاء الواقع العام اللي بيقول ان الحرامي هيفضل طول عمره حرام والخاين هيفضل طول عمره خاين. ايوه بس واجب المجتمع انه يعالجهم ويخليهم مواطنين صالحين. شوف يا وفاء، انا رايي كجراح ان العضو الفاسد في الجسم يجب بتره فورا، والعلاج السليم في الحاله دي هو بتر هذا المنحرف. تعالي. طب وافرض بقى ان ظروف الحرامي ده اجبرته على كده. ظروفه دي شماعه بيعلي عليها اخطائه يا وفاء.
انا مش ممكن اتصور ابدا ان في انسان معدوم الضمير والانسانيه يهجم على ناس بالليل وهم نايمين عشان يسرقهم. مش يمكن مش لاقي ياكل. غير صحيح، مفيش حد ما بلاقيش ياكل يا وفاء. يا اخي ده ربنا رحيم. يا وفاء انت عايز تقنعيني ان واحده زيك متربيه وعلى خلق وعلى قيم زيها مثلا زي واحده امها حراميه او تاجره مخدرات؟ طب وذنبه ايه اللي طلع لها امه حراميه او تاجره مخدرات؟ ما هو لو المجتمع بقى بطر الاشكال دي وعاملهم بمنتهى القسوه هيجي الوقت اللي هيقل فيه اللي امهاتهم حراميه وابهاتهم تجار مخدرات. مش يمكن تكون غلطان يا يحيى؟ لا انا على صح لغايه غيري ما يثبت لي ان انا على خطا. يبقى خلاص اتفقنا. على ايه؟ على ان الحرامي ممكن يتصلح وما يبقاش حرامي. يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي انت بتحلمي. هثبت لك بقى اني ما بحلمش. ما هو على ما تثبتي لي بقى. تعالي ما قلت اجي فين؟ حلوه دي كمان. حلوه. مساء الخير كوثر هانم. مش معقول. ازاي صحت حضرتك؟ انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا صح. اهلا يا استاذ سعد. خدي حبيبتي روحي انت ادفعي دول. اوكي. بنت حضرتك؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. انت اتجوزتي ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا كنت متجوزه. لا بس معلوماتنا انك ما خلفتيش قبل ما جوزك توفى. المهم ازيك انت؟ والله هي ماشيه. غلطت غلطه كده ودخلت السجن. وطي صوتك. بس صراحة أهني حضرتك على بنت حضرتك. مش بنت حضرتك برضو؟ أيوة بنتي. ما أنا قلت لك ما شاء الله. وأخبار الأرانب إيه يا ماما؟ الحمد لله مستورة. خلاص يا ماما دفعت. مش عارفين بنت حضرتك؟ بنتي وفاء الأستاذ سقر صديق قديم. أهلا وسهلا. على كده حضرتك بقى كنت صاحب المرحوم بابا؟ لا والله في الحقيقة طبعا أنا... كان صديقي جدا. نستأذن بقى. أنا كنت عايز أفوت على حضرتك عشان نتكلم كلمتين بس. أصل أنت حضرتك تتفضل تشرف في أي وقت. ميرسي أوي. يلا. إيه حكاية بنتها دي؟ جت إمتى وإزاي؟ ما تركبش. بقول لك يا عتريس عايز أزكي. الواد شرابي الهجام بتاع السجاية. ماله؟ عايزك شغلانه سوء على كده. ده عايز ايه؟ شغلانه سوء الله بس مش في منطقتنا. ايه اللي هيعدلنا برا منطقتنا؟ الله هي جت كده بقى. جت كده ازاي يعني؟ مالك يا زكي؟ يا انت بتبحلق زي اختك ليه؟ بص مالك يا زكي؟ بص وراك. بص وراك ليه؟ يا جدع بص وراك. اوعكوا حدين على قفايا. ايديا ايه؟ بص وراك. اهلا عظمت. ده كلام رجاله. انت مش قلت انك هتيجي؟ انا حرامي. هو في حرامي له كلمه؟ الظاهر ان سياسه الذوق مش هتنفع معاك. هاتوا عسكري. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا زكي بس سلمني بقى على شرابي. شرابي مين؟ مش كان شراب اجدع؟ ازيك يا حنف؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا محمود؟ فيزوم ما انا امبارح قعدت. امبارح حاجه والنهارده حاجه. كنت فاهمه انك بني ادم كويس. ايه هتعملي ايه؟ هتلبسيني قضيه عليا بنعمه افتح نفسي في عشقه اروح فيكم في داهيه اروح للمعاطه اتصلبط عليها. خلاص خلصت شويه بتوعك؟ خلصت. انا بقى حاجتي في المحضر ده ان انا فشلت في اصلاح الحرامي عتريس وخليك بقى مقيد خطر. حضرتك واخده المسائل جد قوي ومعايا انا بالذات. عشان انا كنت فاهمه انك ممكن تبقى بني ادم كويس. ما انا لما بشوف حضرتك ببقى كويس امشي الاقي نفسي اتقلبت. الظاهر انا شخصيتي مش حاجه. انت بالنسبه لي تحدي. وانا رايي اللي متمسكه بيه ان انت واللي زيك ممكن جدا تبقوا كويسين. فهمت؟ ما فهمتش. بس عليا نعمه انا ما عايز اكسفك واللي تقول لي عليه هعمله. يا عتريس. عايز بيبس. ما انا لسه هسألك تشرب ايه؟ بيبس. بيبس ولا شاي؟ شاي. ايه الحكاية؟ صاحبك اتأخر يعني. طول قوي مع الولاية. حكومة بقى نورة ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. والحكومة دي عايزة منه ايه؟ علم علمك يا نورة. الكوارح هتبرد. بيسخنيها وشرب يبقى رزق. يا فرحتي يا اخويا، ادي اللي بيجي لنا من الحكومه، نفضل نسخن نسخن. احنا يا جدع عايزين نرشد استهلاك البوتاجاز. دي كالكهرباء يا منوره. كلت؟
الحمد لله اكل جميل، اول مره اكل في مكتب ظابط. ربنا يجعل مكاتب الحكومه عمار يا رب. فراخ بلدي مش كده؟ دلوقتي انت قلت لي بتسرق ازاي، لكن لسه ما حكيتليش ايه اللي خلاك تسرق. شوف يا ست الظابط بيه، انا كنت عايش مع اب وام والامور كانت ماشيه. صحيح كنا فقراء انما كانت ماشيه، وابويا كان دايما يشتكي من قله اللي في ايده. عيال كتير بقى. كنتوا كام عيل؟ انت فاجئتيني بالسؤال. كنا كام عيل؟ والله ما انا فاكر. كنا زينب واب كنا حوالي 11 عيل 12 عيل، بس انا كنت اكبرهم عشان كنت اطولهم. المهم بقى من غير كلام ولا حديد، هوب ما لقيناش اخويا فلسطين. مات؟ فص ملح وداب. راح فين؟ الله اعلم. المهم في امي. الست دي عمري ما شفتها نايمه، ولا عمري شفتها بتاكل. كل الوقت بتشتغل عشان تجيب لنا لقمه العيش بالعافيه، ولما تجيبها ما تدوقهاش عشان توفرها لنا. غريبه، اول مره اسمع تعبير زي ده. ده غلبان. انا بقول كل اللي حاسس بيه، بجيبها كده تطلع كده. بس برضه ما قلتليش يا عتريس ايه اللي خلاك تسرق. اصبر، التوق اللي ورا هم ما لقيناش. اختفت هي كمان؟ يا ريت. امال راحت السجن ليه؟ اصلها كانت بتشتغل في المخدرات. انت مش لسه بتقول انك ما كنتش لاقين تاكله؟ ما هو ده اللي مجنني. تشتغل في المخدرات ازاي واحنا على الحال ده؟ طبعا عمرها ما اشتغلت في المخدرات، لكن الناس ما عندهاش ضمير لبسوها التهمه. مين الناس دول وليه هم بالذات؟ الله اعلم. انا مش قادره اتصور ان في ناس ما عندهاش ضمير بالشكل ده. ازاي حد ممكن يقدر ينام وهو ظالم بريء؟ المهم انت عملت ايه؟ انا كنت اياميها بشتغل صبي ميكانيكي، وفي رقبتي 11 وال 12 عيل. ماشي؟ ماشي. ما يسيبونيش في حالي، الاقي الاسطى ما يدهليش الا تعالى يا ابني بتاعت الحشيش. روح يا ابني بتاعت الحشيش. الله، ده مامي غلبانه وانا باخد ملاليم. ما تسيبني في حالي يا اسطى. بس ايه؟ مره جاي متعكنن سخنت ضربته بالشكمان في نافوخه. بس قضيت احداث بسيطه، خرجت لقيتها في الكيشه. قبل كده كان في بنت تاهت، بعد شويه واد راح، خرجت ما لقيتش حد. اخيرا اعتدت في اخ وحيد يمكن هو اللي نفع. دبلوم تجاره. طب والباقيين؟ اتفضل يا فندم. اهلا 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 اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ابدا، لقيتك اتاخرت زياده عن اللزوم، والتليفون بتاعك ده مشغول على طول على طول. الساعه 5 معلش، هو الوقت سرقنا بقى معاك. انا ما بسرقش حاجه، انا اسرق تلفزيون فيديو ستيريو هاي فاي، انما وقت انا ما سرقتوش يا فندم. الدكتور يحيى جوزي. اهلا سعاده باشا. اهلا، ايدك يا باشا وخدها. ده بقى يحيى اللي كنت كلمتك عنه. ده بقى عتريس عبد الحفيظ الحرامي. مش عبد الحفيظ الحرامي، انا اللي حرامي. بس انا بقول لحضرتك اسمي بالكامل. ابويا ما عملش حاجه، انما ملزوم في اسمه الحرامي. انت رغاي زياده عن اللزوم. فعلا رغاي. هات الكرسي يحيى. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. هي ابويا ما تطلعش في الهدوم، ما طلعش في هدومي، انما يمكن تطلع في هدوم سعادتك. كرسي جديد من الاخر محمود. لسه قدامك شغل يا وفاء؟ لا خلاص انا خلصت يا يحيى. طيب بنكمل بكره ان شاء الله يا عتريس. الساعه 10 جلايك هنا. قبل ما عاد سلام عليكم يا سعد باشا. روحت احلى. فين يا سيبه يا محمود؟ قلت لك سيبه يا محمود. حد الظابط مش هتاخد بالها. انت اللي هتاخد بالك يا محمود. انتوا اللي جايبيننا ورا محمود. بس ازيك يا اخويا استعوقك؟ راح لك على القلب. احسن، عشان يخللنا الجو واخد لي تصوير. مش كده يا عتريس؟ الله، ما تبرقليش يا نوره، ما تبرقليش يا اختي. امال بتاكليني كوارع ليه؟ مش عشان ابقى كويس. يا حبيبتي انا قلبي عليك. انت قاعده مع واد مجرم حرامي سواب، بتضيعي وقتك وقت الحكومه في مسائل ما منهاش فايده. بس الواد ده هيجيب لي النتيجه يا حبيبتي. يا حبيبتي انا مش بكسر لك مقاديفي، بس كل الاساليب اللي من النوع ده ما افتكرش نجحت يا وفاء. بص بقى، انا اللي بيعجبني فيك انك متمسك بوجهه نظرك. انا كمان يا سيدي متمسكه بوجهه نظرك كده اهو. اه قوميه لتنظيم الاسره. نور من الناس حديد حبوب تؤخذ بالفم. نور من الناس حديد حبوب يوميه. لا تتردد في وصف نور من الناس للسيده التي تلائمها، فهي متوفرة الآن في جميع الصيدليات. نورمينست حديد من أسرة المستقبل.
سيب مراتك تعمل فمك كده اللي ده تعمل خفيه يا محمود وتاخد كام انت يعني في الشهر؟ كويس انك جيت معاك يا ادريس. صباح الخير. لازم نعمل المواعيد يا فندم عند الحراميه مظبوطه جدا. ليه بقى؟ احنا يا هجامين بنحدد الساعه 0 بنعمل دراسه في الوقت الفلاني هيكون اهل البيت مش في البيت نايمين وكنا عسكري الدوريه مش في الحته وكل عربيه اللي هتشيل بضاعه وصلت واي غلط في المواعيد يبوظ العمليه على طول. اصلا يا حراميه مفيش حد بيتولد حرامي، الناس كلها بتتولد كويسه، الظروف والناس هي اللي بتحول البني ادم لمجرم او لشريف، فهمت؟ ما فهمتش. على فكره انت نبيه، بيتهيألي لو لقيت لك شغلانه كويسه تاكل منها لقمه عيش مش هيبقى في عندك سبب تسرق. تحب تشتغل ايه؟ وزير الخزانه في الارجنتين. اشمعنى الارجنتين؟ عشان العب كوره مع مارادونا. يا عتريس اتكلم جد. يا حضرة الظابط اي شغلانه تاكل عيش. ايه رايك في كشك سجاير؟ تجيب فيه شوكولاته وحاجات ساقعه ومناديل ورق. وده هجيب الفلوس منين؟ انت مالكش دعوه بالفلوس، الحكومه هي اللي هتدفع لك الاول عشان تبتدي تشتغل. طب والكشك ده امتى ان شاء الله؟ ده انا هبتدي من بكره ان شاء الله في التصاريح والاجراءات وفي خلال 15 يوم كل شيء يكون منتهي. ربنا يسمع منك ويخليك ويسترها معاك ويقدرني يا رب ارد لميلك انا والحراميه يا رب. انت والايه؟ انا والقهوه جنب. انا دي مش عايز اسمعها مره ثانيه ابدا. حاضر فاهم؟ خد. ايه دول يا فندم؟ دول 50 جنيه سلف مني تبقى ترجعهم لي لما الحال يمشي معاك. خد. وبفوت عليا بعد يومين ثلاثه عشان تعرف الاخبار اول باول. يلا يا عريس. ربنا يخليكي. ربنا يسترها معاكي. على فكرة أنا أول مرة في حياتي أدعي لحد مش عارف ربنا هيقبل مني ولا لأ. إن شاء الله هيقبل منك خصوصا لما تبقى صادق في التوبة. مش حضرتك سعر ليه؟ حضرتك بنت كوثر هاني. مظبوط. أهلا. هات النوتة يا سارة. نوتة إيه؟ سارة عنده سنة مراقبة في القسم بعد ما خرج من السجن. هو حضرتك ظابط هنا ولا إيه؟ اهلا اهلا. ظروف سعيدة خالص. مش عايز نرفزها بقى يا نورة وكملها هرش في ظهري. ايه ده اللي كلامك غريب قوي يا عتريس؟ بدل ما تفرحيلي افرح لك؟ افرح لك انك هتسيب شغلك واكل عيشك؟ اكل عيش؟ ده اكل سحت، اكل حرام. ايه ده؟ انت جرالك ايه؟ ما كنت عال. كنت عال ابقى حرامي؟ يا اختي زكي حرامي الغسيل. احنا هنندخ يا عتريس. اعمل لك ايه بس يا نورة؟ المفروض تفرحي ان خطيبك واد مجدع. هياكلك من عرق جبينه. وان شاء الله هتعملي شقه من عرق جبينك. هعمل لك بيت اخر هنا. موت يا حمار يا عتريس. بلاش تكسير المقاديف ده يا نوره. الله، في واحده في الدنيا تزعل ان خطيبها هيبطل سرقه؟ فكر في اليوم اللي ياخدوني فيه اتقفش، ياخدوني من الدار للنار. وبتفكر ليه في البلاء قبل وقوعه؟ ما لازم افكر في اليوم ده يا نوره. لا، الكلام ده مش كلامك، ده كلام الست الظابط، هي اللي قلبت مخك. الواد زكي الحرام هو اللي قلبك؟ اوه في حاجه بتستخبى. مالك بتبرقلي كده ليه يا نوره؟ امال عايزني اسبل لك عينيا؟ يعني من شطارتك قوي. ما تبرقليش يا نوره، انا برق العشره زيك اهو. معاك حق تبرقلي. برقلي. صباح الخير يا حضرة الضابط وفاء. ازاي حضرتك وازاي كوثر هانم؟ ممكن ما تجيبش اسم والدتي هنا خالص. ممكن، بس انا جبت سيرتها بحاجه بطاله لا سمح الله. ايه اللي دخلك مكتبي هنا؟ جيت اصبح. طيب ممكن ما تبقاش تيجي تصبح وما تبقاش تيجي هنا خالص. قوي قوي. حاضر يا حضره الزبط. مع السلامه. حاضر. صباح الخير يا فندم. تعالى انت يا صاحبي. ربنا يخلي سعادتك يا فندم. بس سعادتك يا فندم. الراجل اللي خرج ده ما بشوفه بتعكني، منظره بيعكنني. تحب روح اعكنلك على اللي فوق؟ لا 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 مش للدرجه دي، وبعدين انت مش خلاص تبت؟ ايوه بس البنت نوره اللي انا قايل عليها الظهر بتعتبرني خيخه وبتقول لي كلام كده ملوش معنى. عايزاك تفضل حرامي مش كده؟ معلش لما المشروع بتاعك هيتعمل كل شيء هيتغير. طب وامتى المشروع هيتعمل ان شاء الله؟ هي الاجراءات اتاخرت شويه انما معلش. اتاخرت كتير قوي قوي يا حضرة الظابط. عتريس وبعدين انا عايز ابقى عندك صبر، لازم تتعلم الصبر. ايوه بس انا دلوقتي لا حرامي ولا مش حرامي، انا بقيت مسخه في وسط الحراميه.
طيب الفلوس بكره هتكون موجوده. بكره بكره؟ اه بكره. خلاص استنى لحد بكره. بس انت اللي بتبرقي. عم عارف. عم عارف. افندم استنى. انا هديك شيك ب 2000 جنيه عايزك تصرفوني، بس انا مش عايزه حد يعرف بالموضوع ده. حاضر استنى. خلاص؟ حاضر. شكرا. اتفضل يا ساعتريس. ادي التصاريح اهي. واخترنا لك موقع هايل. جميلة جدا التصريح. حلو، منظرها حلو. بس الفلوس منظرها. يعني التصاريح دي ما تنفعش تعمل كشك؟ تعمل يا فندم، بس بالمشمش. أنا قلت لحضرتك المسألة صعبة أوي. طب بس. آدي الفلوس أهي. ده كام؟ 2000 جنيه. عشت فلوس. لايمين على البنوك؟ لا. أنت الفلوس دي مش هتاخدها. الفلوس دي هتفضل معايا أنا، وكل واحد يخلص شغله يجي يقبض حقه مني أنا. نجار، كهربائي، أصحاب البضاعة. ده أنت ولا الملايكة. الإخوات ما يعملوش مع بعض كده. لا مؤاخذة يا فندم، كلمة الإخوات دي طلعت غصب عني. معلش، خلينا في المهم. روح أنت دلوقتي بقى عشان تبتدي شغل. حاضر ست الكل. سلام عليكم. تعالى هنا. نعم. المبلغ اللي هتعمل بيه كشك ده هيبقى دين عليك، مفهوم؟ يعني الحكومة مش هتديني الفلوس دي جدعانة؟ جدعانة؟ دي بقى ما اسمهاش جدعانة، دي اسمها بلطجة. أنت بتاخد علشان تقف على رجليك. مفهوم؟ إيه رأيك يا بنت نور؟ رأيي في إيه؟ الله، في الكشك عدمة النظر. مش لما يبقى كشك الأول؟ كلها تلات أربع أيام ويبقى جدعها كشك. على فكرة نورة. إيه؟ أنا عايز أحط لك تمثال بال مش تمثال لا صورة، صورة 25 في 55 بالحجم الطبيعي. ليه يا اخويا ما تحط صورة حضرتك بالظبط أحسن. يا ريت يا بت، يا ريت ما ترضاش. لا أنت كنت لو تحطها. أمال يا بت مش صاحبة أفضلنا زي إيدك. ده زي ده إيه؟ ما تبرقليش يا نورة. ما تبرقليش، ولما تتكلم على حضرتك ظبط ووفاء تتكلم باحترام. يا أخت زكي حرام الغسيل. أوعي. ما تبرقليش. قوم. قوم يا حبيبي، إيدك بقى على الرهان اللي بيني وبينك. قوم. رهان إيه؟ إيه؟ بكره بقى باذن الله هيتم افتتاح كشك عتريس عبد الحفيظ. وبعديها بكام يوم هجيب لك تقرير رسمي انه بقى مواطن صالح 100%. يا وفاء احنا بنشتكي من التجاوزات اللي بيعملها بعض التجار وبنتهم بعضهم بالجشع والسرقه. تقومي حضرتك توافقي على تاجر هو حرامي رسمي؟ طب هنعمل له ايه يا يحيى؟ هنعلق له المشنقه؟ افرض يا اخي ان اخوك وانحرف، هتعمل معاه ايه؟ مش ممكن بيئة صالحة هتطلع منحرفين. ليه؟ مش بيقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد؟ يا وفاء انت عايزاني ابني معتقداتي على امثله شعبيه؟ ومع ذلك يا ستي في المساله نسبيه. افرضي يعني طلع لي اخ منحرف، هيبقى انحرفه ازاي يعني؟ ايه بيسهر شويه زياده؟ ما بيذاكرش دروسه يعني؟ طب وافرض بقى اني اثبتت لك بالدليل القاطع ان عتريس بقى مواطن كويس جدا جدا. مش هتقدري يا وفاء. لا هقدر. صدقيني مش هتقدري. لا هقدر. لا مش هتقدري. هقدر. ما تقدرش. بوليس. خلاص. خلاص. شايفه حضرتك اسم عتريس من اعلى على الكشك ازاي؟ عالي يا عتريس. مبروك. واضح انك جايب بضاعه كويسه قوي. انا كنت هجيب مزيكه حساب الله. بس قلت انك مش هتدفعي لهم. الحقيقه حضرتك بتدققي قوي على كل قرش تصرف فيه مظبوط. خليك عملي، لما الامور تمشي معاك ابقى جيب اللي انت عايزه. مظبوط مظبوط يا فندم. على فكره نسيت اعرفك على اخويا، ده الوحيد اللي لقيته من اخواتي، دبلوم تجاره وبيتكلم انجليزي. تعالى يا علي. ايوه عتريس. اهلا يا علي. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه احنا مش عارفين نرد لحضرتك الجميل ازاي، خصوصا وحضرتك عارفه ان العين بصيره واليد قصيره. لا ابدا ما فيش جميل ولا حاجه. اديها انجليزي. يس يس. البنت نوره خطيبتي. ازيك يا نوره؟ اهلا يا حضره الزاب. من غير تبريق. طب يا عتريس انا همشي دلوقتي، خلي بالك من شغلك. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. جاي يا نوره، انت نازله التبريق عمال على بطاله بيت. أنا في خدمة العدالة يا ست هاني. أنت طبعاً تعرف الوضع عتريس كويس. عايز المعرفة يا حضرة الظاهر. عظيم. أنا بقى عايزاك تحطه في دماغك وتراقبهولي كويس أوي 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 وتعرف لي كل تصرفاته وتقولي عليها أول أول. حاضر يا حضرة الظابط. تمام؟ حاضر. مع السلامة. الله يسلمك.
خساره الرجاله، يا خساره الهجامين الحلوين اللي كانوا في الطلعه من دول يكسبوا شويه وشويات، دلوقتي قاعد تستنى تبيع زوزه قزوزه برشين ساغ. جراها نوره، ليه اللغه دي معايا يا بيت؟ لان الظابط خيبتك يا سيد الهجامين. الله، ما تبطلي زن على ودان احسن لك يا بيت، وما تبرقليش. انا عايزه مصلحتك. مصلحتي ان اكلها بعرق جبيني. عرق جبينك؟ ده كلام فوعليا. انت معقوله بقيت ابلسه؟ انت ايه؟ ما تبرقليش وقولك. اسمع بس، انت دلوقتي في نظر الناس كويس وحلو، وفي نظر الظابطه بتاعتك كويس وحلو، تشتغل وانت متداري. وده انت متداري؟ قومي يا بنت من هنا، قومي. عمليه الواد شرابي عمليه حلوه زي الفل، وقبل المدرسين يرجعوا من بار مره، هي جت من مره. قومي يا بنت من هنا وما تبرقليش، امشي من قدام السعادي. قول لي بقى، هيبقى منظرك ايه لما اخلع منك؟ وانت عارف كذا حرام قايلين عليا. كذا كذا انصل. قومي قومي، جاتك نصيبه. جاتك نصيبه انت، جاتك نصيبه انت فيك وفي اخوك سجع حرام الغسيل. يا غريب يا اخي، يا قاع المجتمع، يا ولاد الكلب. يا اختي ايه الاخبار يا حامد؟ هيروح يسرق شقه النهارده. انت متاكد؟ زي ما انا شايف حضرتك بالظبط. عنوان الشقه دي فين؟ اهو يا فندم. تعرف مين اصحابها؟ كانوا مسافرين وهو فاهم كده، لكن بعد ما اتقصت عرفت انهم رجعوا النهارده من ساعه. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم، هيروح يسرقها النهارده بعد الساعه 2 بالليل. طيب متشكرين يا حامد. تحت امرك. مع السلامه. الظاهر ان المجرم يفضل طول عمره مجرم. استاذ سلسعوني، فينك من زمان؟ اهلا اهلا. فينك من زمان يا استاذ سلسعوني؟ انا اهو ان شاء الله. عملت ايه مع الوليه؟ ولتني. انا رايي انك تطلقها. ان شاء الله هطلقها. خير البر عجلن. ادخل ادخل، هنشرب كاسين مع بعض. لا لا لا، منقوع الهوا. لا لا، بس انا متوضي وداخل اصلي. طب هشوفك غدا. مع السلامه. الف سلامه. قدامي يا كلب. انا غلطان. امشي قدامي. انا ما كنتش عايز اسرق. دلوقتي انت مش هتقدر تفتح بقك بكلمه واحده. انا ما كنتش عايز اسرق، العيالهم اللي واسوني. يلا قدامي. انا كنت في جنابي. امشي يلا قدامي. Thank you.
اضرب الايد اللي اتمدت علشان تساعدك. فرغ المسدس في الدماغ اللي فكرت علشان تعمل منك بني ادم كويس. اضرب اضرب. ساكت ليه؟ انا اسف، انا عملت كده ليه؟ اقتليني ارجوك تقتليني. انت ظبطتيني متلبس وبعدين جريت عشان اعرف. اقتليني. المساله مش هتكلفك غير طلقه رصاصه واحده، وعلى رايك كلب وراح. ولما انت ندمان الندم ده كله ليه فكرت تسرق؟ ليه خنت؟ ضعفت، زنوا على دماغي. امشي يا عتريس، روح لحال سبيلك. امشي. يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل لك قضيه شرف في سرقه. لا لا، ده كتير عليا قوي كتير. امشي امشي دلوقتي من قدامي. امشي. مش معقول الدنيا فيها كل الرحمه دي. الحمد لله على السلامه يا ست هاني. مساء الخير الاول. ازي يا ست هاني، تسمح لنفسك تيجي في وقت زي ده؟ يعني يا يحيى لما اكون عندي مره في السنه ماموريه بالليل ما فيهاش حاجه. لا فيها حاجات كتير، انا ما اقبلش ابدا اشوف مراتي راجعه وش الصبح. شغلي كده يا يحيى، اشتغل بالليل وبالنهار مع اللصوص ومع الحراميه. غلط. ايه اللي يجبرك يجبرني على كده؟ التزامي ناحيه شغلي يا يحيى. يبقى تستقيلي. الحكايه مش بالبساطه دي يا يحيى. يا وفاء انا خايف تكوني بتهدي بيتك بنفسك. ما تقولش كده. ارجوك يا وفاء ما تجبرنيش ان انا عادي غصب عنك. انت رضيك ان انا اعمل حاجه غصب عني؟ انا كمان ليا حقوق، من حقي ان انا امنع اي حاجه شايفها غلط. انت مش لك حقوق وبس، انا كل ملكك يا يحيى. انت بلاش ملكك. يا حبيبي انا ما اقدرش ابلف واحد في ذكائك، بس انا عندي رساله وعايزه اعملها. ارجوك يا يحيى تساعدني. ايه انت زعلان مني؟ شكلك زعلان مني. ده انا اروح اموت نفسي احسن. اعمل ايه؟ حتى مش مدياني فرصه عشان ازعل مني. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، بس انت اديني فرصه اكسب الرهان واثبت لك ان المجرم ممكن اصلاحه، وبعدين نبقى نتفاهم في كل حاجه يا يحيى. انت بتحلمي يا وفاء، صدقيني بتحلمي. يا سيدي سيبني احلم. الجدع عتريس بقى اخر تمام وبعد عن الحراميه. كويس، بس برضه خليك مراقبه. دي العيال الحراميه مفقوعين منه على الاخر. ما تستعجلش قوي كده لغايه ما نتاكد. حاضر حضرة الظابط. مع السلامه. الله يسلمك. اشوفك في الجامعه ابو عزه. مع السلامه اخويا. مساء الخير. نعم. احنا عملنا عليك، ما بتجيش انت، ما بتسألش انت. قلت اجي انا واسأل يا عتريس. سألت عليك العافية يا اختي. ايه هو ما كانش عيش وملح؟ العيش والملح لهم اصول، وانت سكتك يا بنت الحلال غير سكتي. يعني ايه؟ قوامة ركننا على الرف واحنا اللي كنا في العين والقلب. كلام كتير مش عايز. انا راجل دلوقتي بكسب لقمتي من على جبيني، ومش همشي غلط لو اتطربقت السما على الارض. فاذا كنت عايزه تمشي في السليم وترضي باللي ربنا بعتهن كان بها، ما كانش انا ما جيت لكيش يا بايخه. الله 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 الله، ليه اللون الغامق ده؟ عشان انا اللي جيت لك؟ ومش كده وبس، صلتك باخوك حرام الغسيل دي تنقطع نهائيا. وكمان عايزني اقطع اهلي؟ وكل ده عشان ايه؟ عشان حته الظابط بلفتك؟ اخرسي اخرسي يا قاع المجتمع. الله 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 الله، الله ما يوصف رقبتك. وريني حافظ كتابك. مش ناقص. السلام عليكم. حضرتك مش هترضى عني ده؟ أنا بقيت فل والحمد لله، وعارف ربنا كويس. من الجامع للكشك ومن الكشك للجامع. حتى الإمام بتاع الجامع بيقول إن ربنا هيفتح عليا فتح مبين، وإن أنا هبقى كويس. ده هو اللي بيقول الإمام. أنا عارفة كل حاجة. ولما حضرتك عارفة مش عايزة ترضى عني ليه؟ طب وعايز مننا إيه دلوقتي؟
اذا كانت كل الناس بتقول عنك انك بقيت كويس. بس كل الناس في كفه وحضرتك في كفه. انا عايز تشجيع من حضرتك انت، هتفرق معايا كتير. نفسي احس اني بني ادم. طيب يا عتريس انا هشجعك، ودلوقتي حالا. ازاي يا فندم؟ تعالى يا عتريس. اقلع الجزمه. اقلع الجزمه دي. تعالى يا اختي. يا عم عارف. اهلا وسهلا استاذ. ماما فين؟ فضلتها يا فندم. الدكتور يحيى وصل ولا لسه؟ البيعه وصول يا فندم. طيب اعمل حسابك معانا نفر زياده على السفره. مين يا فندم؟ عتريس. حاضر. ماما. ايوه يا حبيبتي. ابوسك الاول. معانا ضيف على الغدا. مين هو؟ تجربتي العظيمه اخيرا اثبتت ان المجرم ممكن يبقى انسان كويس جدا لو الظروف كويسه اتهيأت له. انا جبته معايا مخصوص عشان يحيى يشوفه بنفسه ويغير رايه فيه. وهيتغدى معانا؟ ايوه يا ماما. ايوه بس ده كتير قوي. ايه هو اللي كتير؟ ده بقى انسان كويس جدا. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، تعالي بس عشان تشوفيه. طب حاضر، هكلم في التليفون واجيلك. على الله بقى اكلنا يعجبك. لا اكل ايه يا فندم؟ انا مش هقدر. مش هتقدر ده ايه؟ انت هتكسفني ولا ايه؟ مش ممكن اقعد مع حضرتك ومع الدكتور الباشا على ترابيزه واحده. مش ممكن يا فندم، العلم متعلاش على الحاجة. ده بقى يا ماما عتريس. اهلا استهان، اهلا بالعظمه كلها. عتريس. انا اسمي وحش انما اخواتي كلهم اساميهم حلوه. كان اخواتي حوالي 11 12 13 عجل، وكانت امي بتدلعني قبل ما تخش السجن، كانت بتدلعني تقول لي عتروس. وكان ابويا هيخترع صابون يسميه ابو العتريس. الكلام ده قبل ما يفك من الملاحات. مش ممكن، مش معقول. انا قلت حاجه تزعل؟ عارف. تعالى يا فندم. استنى، انت عارف الجدع اللي معه وفاء بره؟ لا ما اعرفوش. مش فاكره؟ لا مش فاكره يا فندم. عارف ده يطلع مين؟ مين يستاهل؟ اخو وفاء. نعم اخوان. ايوه، اسمه والكلام اللي قاله بياكدوا انه هو. وايه بس اللي هيخليهم يتلموا على بعض؟ استاهل، ما الدنيا بلانا ناس كتير. مش عارفه، مش عارفه، ربنا يستر. جيب العواقب سليمة يا رب. يا رب. ماما. ايه يا ماما مشيتي ليه يا روح؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. جوزك جه؟ لا لسه ما جاش. طيب أنا مش هقدر أتغدى معاكم. ليه؟ مش عارفة، حاسة كده بشوية تعب. شوية تعب ولا ازاي كوثر هانم تقعد تتغدى مع ولد زي ده؟ لا لا يا حبيبتي، بس لو بتحبيني سيبيني أستريح. يا ريت تغير رأيك. أوكي. استني. نعم. البيت دكتور وصل ومسأل على الست. يلا جاي يا حبيبتي. تعالي بقى. روحي انت لجوزك عشان ما يقلقش عليكي. يلا. مش هتغير رايك؟ هحاول. يلا. يا رب يا رب استر يا رب. اهلا اهلا اهلا. انت لسه جاي دلوقتي؟ بيعمل ايه هنا ده؟ ده بقى عتريس بعد التعديلات الجوهريه. ده بقى انسان تاني خالص يا يحيى. كل التقارير بتقول انه تاب. ده بقى بيصلي الوقت بوقته. وانا مكافأة ليه جبته هنا علشان يتغدى معانا، عشان يعرف ان الدنيا لسه بخير. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ يا اخ. نعم يا سعادة الباشا. اشوفك بعدين، مع السلامة. هو انا مش هاكل؟ مع السلامة، اتفضل بره. بره! يحيى ليه كده؟ لا معقول ده؟ تجيب لنا البيت حرامي محترف؟ بس ده ما بقاش حرامي يا يحيى، ثم ان وفاء الكلام ده لا يقبله اطلاقا. فاني سمحت للانسان اللي ارتبطت بيها انها تتعامل مع النصوص الصوابق، ما يسالش بيك الامر ان المعايير دي عليها في بيتي. مش بس كده، فاصل بيك السذاجه انك عايز تقعدي معايا على سفره واحده في بيتي. ياكل الكلام اللي بيحصل ده يا هاني المعتله. ايوه يا يحيى، بس الكلام ده كبير قوي. انا استنفذت كل وسائل الاقناع معاكي. طيب طيب، من غير انفعال. وفاء، من اللحظه دي انتهت صلتك تماما بالمواضيع دي. ده شغلي يا يحيى. وفاء، مش عايز المناقشه توصل لاكتر من كده. ما تضطرنيش اقول لك اختاري بيني وبين شغلك. للدرجه دي؟
واكتر. واجبي ان انا احافظ عليكي، واجبي ان انا احميكي من الافكار اللي اقل ما توصف انها ساذجه وسطحيه. دلوقتي ردك يا هنا. انت عارف ردي كويس يا يحيى. انا مش عارف اي حاجه. بس انت قاسي قوي يا يحيى معايا. كان لازم افوقك قبل ما تختلط عليك الامور، ما تعرفيش اذا كنت راجل ولا ست. يحيى انت عارف شعوري ناحيتك ازاي. يبقى اختاري. ما جاتش على المحطة. بقول لك ايه، انت هتشتغل لي ولا ايه؟ واحنا فاتحين الاسم ده علشانك. بسألك سؤال اخر يا يحيى. ريح نفسك يا اخوي. اسمع، انا سامع ان الملازم اول وفاء هتستقيل. هتستقيل ايه؟ مش عرفني يا اخوي. يا نهار اسود، يكون حصل حاجه وحشه ولا يكون بتقول ايه؟ بكلم نفسي يا محمود. لما اكون متضايق بكلم نفسي يا محمود. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور الباشا جوز حضره الضابط وفاء موجود دلوقتي؟ الدكتور يحيى في المستشفى. طب عال بتقول ايه؟ والست وفاء هاني موجوده؟ وانت مالك انت؟ انا مالي، بسال يا اخي، هو السؤال حرم؟ اصل الست بعافيه شويه. عيانه؟ ايوه عيان. طب ممكن تقول لها عتريس؟ عتريس؟ يطلع مين عتريس دي؟ انا. انت؟ طب تتوكل على الله كده يا ساعة ريس، وتجينا يوم الخميس تاخد الصدقة. صدقة ايه؟ انا مش شحات. تبقى حرامي. الله الله الله، انا حرامي؟ ايوي، شكلك كده حرامي. بتشوف لنا فك؟ عايش فك والله. خلاص لما تفك بقى تروح. روح. انا خايف عليها قوي يا علي. خايف عليها ايه من ايه بس يا عتريس؟ خايف لو كل الباشا جوزها ضربها بحاجه فتح نفوق. دكتور محترم هيضرب مراته برضه عتريس. دكتور ولا مش دكتور؟ ما كل الناس بتضرب مراتها. لا لا لا، ما افتكرش. انا عايز اطمن عليها، انا مش عارف اشوف شغلي. ازاي واحده زي حضره الضابط تسيب شغلها الا عشان الشديد القوي؟ وانا خايف ان يكون الشديد القوي ده انا عايز اشوفها يا علي. اخيرا عيلت وحنيت للشغل يا عتريس. انا مش حاسه. نعم، امال بعتي ليه؟ انا عايزك بس تامل لي البيت. عايز اطلع البيت ان شاء الله يا رب بطلوع المواسير. هنطلع المواسير من غير ما نسرق يا عتريس. انت مش ليك حق بتاخدوه. ولك ايه، ما تستهيفنيش اكتر من كده. انا استهيفت؟ انا مش حمار. ايوه بتعاملني على اني حمار. بقولك ايه، كوتشينه وعديتها بمزاجي. مالها كوتشينه؟ مالها في كوتشينه فيها سبعه اولاد يا عتريس؟ ده انت قوم من جنب، انت واد بايخ. طب بلاش الكوتشينه. اختي. مالها اختك؟ ما قلت لك هتجوزها. قلت لك حفظها ولا ما قلتلكش؟ قلت لي وده كفايه يعني؟ طب وايه يعني؟ هعديها بمزاجي، لكن طلوع المواسير من غير ما نسرق دي بقى اللي مش هعديها. مش هتاخد حقك.
بقول لك ايه، ما تاخرش بسرعه، انت سامع اصوات الكلاب وانت عارف عودتي من الكلاب، بسرعه. هتشرحيلي عاجبك بنت هندسه الحراميه وتحقيق وبوليس ونيابه بسبب تصرفاتك؟ هات ورايا. تعال. مش شباك اوضه النوم الكبير. جريت وراه قفشته من قفاه، لقيت معاه الحبل دي ومفاتيح الحراميه دول. يا صاحبي لو الحكومه موجوده وعامل لي هجام ضيعت سمعتنا في الوسط. يحيى انا عايز المحامي بتاعك. يحيى انا ضربت قبل كده، انا عايز المحامي بتاعك. الو بوليس النجده، انا دكتور يحيى هاشم. ايوه في حال السر عندي في البيت. خش هات الدواء، خش هات الدواء. سفير على الحلوين. حلوين؟ دول حلوين؟ دول قاع المجتمع. اسكت اسكت، لحسن نضرب على قفاه ما تعمليش فيها معقر. معقر؟ اللغة هذه اللي بتكلمني بيها يا زكي حرام غسيل دي. حرام غسيل ايه؟ مش كفايه جبتني حبستني معاك هنا يا بلوشي؟ لو ما كانش الخالق اللي زيك تحبس، مين اللي هتحبس يا حرام غسيل انت؟ قلت لك بقى. لم حط هنا، حط هنا، انت لازم ترمي علينا. اهو حط هنا وهعمل لك مزرعه في الاخر. الحاجه اللي ملخبطاني، انا شفت ام حضره الظابط وفاء دي فين؟ هتكون شفتها فين يعني؟ انت يا ابني عايز تتلزق فيهم؟ انا شفتها بس فين مش عارف. الله يمسيكي بالخير يا نور يا اخي. يبقى فعلا كلامها طلع مظبوط، انت فعلا اتلخبطت. نوره كلامها مظبوط؟ اختك نوره دي ما تسويش حاجه. بس ما تسويش حاجه. مين اللي هينفعنا في النيله اللي احنا فيها دي؟ ما هي اللي هتجيب لنا العيش والحلاوه والحلو. بس انا متاكده ان ده ما كانش جاي يسرق. الله، مش شافوه هو بينط على المواسير وفي حرامي تاني تحت مستنيه بالحبال؟ يا امي يا حبيبتي، اللي جاي يسرق يخبط لي من البلكونه عشان انا اللي هم افتح له. ايه يخبط لك؟ ايوه يا ماما، كان جاي يشوفني. اوعي تقولي الكلام ده يا وفاء، لو حد سمعك هيسيء الظن بيكي. وانا شايفه ان قرار جوزك قرار حكيم، انت مكانك الطبيعي هو البيت. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الواد ده ضحى بنفسه عشاني. غبي، سلك طريق غلط. اوعي اسمعك تجيبي سيره عتريس ده بالذات. عتريس؟ غريبة ان حضرتك فاكرة اسمه لغاية دلوقتي. يحيى افندي، انت برضو مش عايز تكلمني؟ كلمك اقولك ايه يحيى؟ انا ماليش ذنب في اللي حصل. لو سمعت كلامي من الاول مكانش حصل اللي حصل ده. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ تحقيق وبوليس ونيابة وكلام فارغ. ايه ده؟ معقول ده؟ معقول يا وفاء ده؟ طيب خلاص انا هعمل اللي انت عايزه. تستقيلي. استقيل؟ ايوه. طيب حاضر يا يحيى، هستقيل. كده كويس. من بكره هسلم العهده واقدم استقالتي. روح هات لي عتريس من الحبس. حاضر يا فندم.
تاكسي وانت دلوقتي واقفين الباب. حاضر. انا اسف يا فندم، اسف جدا على اللي حصل، غصب عني حبيت اشوفك، حرام بقى وبتصرف تصرفات حراميه، عملت لحضرتك قلق وعملت للباشا بوس حضرتك وعملت لوالدتك قلق. انا متاكده ان نيتك كانت سليمه، علشان كده انا لازم اشوف لك حل. ولا تشغلي بالك يا فندم، الا والدة حضرتك دي اللي شفتها. انا مواكرم يا فندم، على فكره انا شفتها عندنا في بيتنا. عندكم انتوا؟ في بيتنا زمان قوي، ايام ما كان عندنا بيت. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ متاكد قوي حضرة الظابط. وايه اللي هيجيب والدتي عندكم؟ يمكن من باب العطف، اصلها لما مؤاخذه جت بعدهم لما دخلت السجن. طيب وهي كانت تعرف والدتك منين؟ مش عارف اذا كانت تعرفها ولا ما تعرفهاش، بس غالبا كانت تعرفها لانها كانت مقهور عليها قوي، ومش معقول حد يتقهر على حد من غير ما يعرفه. صحيح والدة حضرتك غنيه قوي، بس كانت طيبه زياده عن اللزوم ومتواضعه زياده عن اللزوم، لانها جت عندنا في البيت وادتنا فلوس كتيره قوي. والفلوس دي وقتها نفعتكم؟ هي نفعتنا ساعتها، بس ما فرحتناش. ليه؟ اتلخمنا في البيت اللي تاهت، كانت اصغر اخواتي، بنت صغيره واخر حكاوه، طقمه جدا اسمها وفاء، قلبت عليها دول ما نلقيناهاش. والدتك اسمها ايه؟ حسنيه. ماما تعرفي واحده اسمها حسنيه؟ بتقول ايه؟ واحده ست اسمها حسنيه. مالها؟ تعرفيها؟ هعرفها منين؟ ويعني تطلع مين حسنيه دي؟ واحده ست غلبانه، ام الولد اللي اسمه عتريس. وانا هعرفها منين؟ اصل هو قال انه شاف حضرتك عندهم في البيت. وانا بروح حته انت ما تعرفيهاش؟ لا يا ماما، ده مش دلوقتي، ده زمان. يا حبيبتي انا ايه اللي هيوديني بيوت ناس زي دي؟ انا لا اعرف لا عتريس ولا ام عتريس. يعني حضرتك ما روحتيش؟ ابدا. قلت لك لا. يبقى لازم بقى عتريس اختلط عليه الامر. محمود عتريس يا فندم. سيبه يا محمود دلوقتي. حاضر يا فندم. دي عتريس. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، لا ينقصنا الا رؤياكم. عتريس انت قلت لي امك اسمها ايه؟ حسنيه. حسنيه ايه؟ حسنيه ايه؟ وانا مش عرفني، انا اعرف اسم ابويا عشان اسمه لازم في اسمي. حاول تفتكر يا عتريس كان اسمها حسنيه ايه؟ انت حضرتك حامل يا عتريس؟ احنا بنتكلم جد، خلينا في موضوعنا. انا قلت يمكن تكون حضرتك بتدور على اسم ولا حاجه. هو حسنيه حلو مش بطال. خد اعتذر على الحجز. حاضر يا فندم. وانا ماشي دلوقتي. السلام يا فندم. الو. بتقول ايه يا استاذ محمود؟ انا حاجه يا اخويا، انا قلت حاجه. بتقول ايه؟ اتفضل بقى يا حضرتك. انا قلت حاجه. لكن ما تعرفيش اسمها ايه بالظبط؟ انا كل اللي اعرفه ان اسمها حسنيه وقضيتها مخدرات. انا قدامي الكشوف اهي، وطبعا فيها كذا حسنيه. والله يا فندم انا اصلي بعمل بحث زي ما هو واضح عندي ستك في التسريح. ف يا ريت حضرتك تساعدني عشان اقدر اتعرف على الست المقصوده. انت عندك كام عيل؟ عندي ثلاثة وجوز اللي بيربيهم دلوقتي. قولي لي يا ست حسنيه، انت جوزك طفش قبل ما تدخلي السجن؟ انا كنت اتجوزت عشان يطفش، ده انا عفراء. انت من الملاحات؟ ملاحات ايه؟ ده انا حسنيه ملكة الحضرة. انت عندك كام عيل؟ انا كنت قاطعة الخلفة بس جبت اتنين بس عشان خايفة على صحتي اسم الله وعلى اوامي ان شاء الله. انتوا بتقفشوا كل اللي اسمهم حسنية؟ لا، وهنقفشهم ليه؟ انا بدور على واحدة اسمها حسنية عندها 12 عيل ومن الملاحات. عرفتها حسنية المظلومة. المظلومة؟ ايوه، احنا دخلنا لقيناها هنا دايما تقول انا مظلومة ودايما ترفع وشها للسنة وتتطلب من ربنا، حتى جوزها هرب. هرب؟ هي. تعالي يا ستي. انت اسمك حسنيه؟ حسنيه احمد فرحان. انت من الملاحات؟ ايوه. جوزك اسمه ايه؟ عبد الحفيظ. الله يمسيه بالخير بقى ان كان عايش، والله يرحمه اذا كان مات. عندك ابن اسمه عتريس؟
عندي عتريس ومحمد وزينب واحمد وعلي ووفاء. وفاء اذا كانت عايشه زمانها بقت عروسه قد حضرتك. قدي انا؟ لا مؤاخذه، لا ابدا ما فيش حد. انت دخلت السجن ليه؟ دي حكايه قديمه وطويله يا بنتي، معلش اصل كلمه بنتي دي ماسكه بوقي. لا 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 ابدا ما فيش حاجه، خدي راحتك. 18 سنه بين اربع حيطان، لا اعرف حاجه عن ولادي ولا عن جوزي. تعبت تعبت قوي. ما قلتليش انت دخلت السجن ليه؟ ما انا قلتلك دي حكايه طويله. مخدرات؟ ولا عمري شفتها ولا عمري اعرفها. يعني مظلوم؟ منها لله يا كوثر. كوثر؟ ايوه كوثر انور الطايع، زمان ربنا انتقم منه. انت متاكده؟ متاكده من الاسم ده؟ حد ينسى جلاده يا بنتي؟ ده انت لو شفت الست دي تقولي انها ملاك نازل من السماء. دي كانت بتعطف عليا وعلى اولادي، ولو تعرفي عملت ايه لما عرفت ان جوزي هرب. كل ده كانت مخبيه لي مصيبه عشان تدخلني بيها السجن. طيب هي مصلحتها ايه في كده؟ عشان تخرج من القضيه. يعني هي كانت بتشتغل في المخدرات؟ امال مين يا بنتي؟ انا ده انا مش لاقيه اكل. مالك يا حضره الظابط؟ مفيش مفيش. كلامي ضايق، انا غلطت في حاجة؟ لا. امال متضايقة ليه؟ مفيش. انا مضطرة امشي دلوقتي، ما احنا قاعدين بنتكلم ده انا قلبي اتفتح لي. معلش في حاجة ضروري لازم اشوفها دلوقتي. هشوفك تاني؟ ضروري هرجع لك تاني. لازم اشوفك يا بنتي يا حضرة الظابط. حضرة الظابط؟ نعم. بلاش. ليه بلاش؟ لو محتاجة أي حاجة أنا تحت أمرك. أنا ليا طلب بس يمكن يضايقك. أؤمري. الأمر لله يا بنتي، مزبونة تؤمر حضرة الظابط. لا قولي لي عايزة إيه؟ عايزة أبوسك. رجعتيني بولادي. مساء الخير. كنت فين يا وفاء؟ كنت في السجن. ما شاء الله ما شاء الله. ده شغل يا يحيى. خلاص خلصت الإقسام فضل السجون؟ يحيى ده شغلي ولسه بخلصه، وبعدين منفرلك منفرلك أنا تعبانة تعبانة قوي. ما انت طبعا تعبانه من الشغل. اسمها مولى، قدامك ثلاث ايام من النهارده تنهي كل متعلقات شغلك. ولا انا اسف جدا مضطر اخد موقف ما كنتش احب اخده ابدا. يحيى انت بتهددني؟ ما انت كمان بتوعديني وتماطلي يا وفاء، مش معقول كده. انا مش بماطل، انا عندي مشاكل، مشاكل كبيره قوي. مشاكل؟ مشاكل ايه دي؟ ممكن اعرفها؟ مش وش مش وش، كفايه اللي انا فيه، كفايه. وفاء انت بتخبي عليها حاجة؟ مالك؟ وفاء؟ مالك؟ يحيى أنا يمكن ما بعرفش أعبر كويس عن اللي بحس بيه، لكن أنت أكيد عارف شعوري ناحيتك. يا وفاء أنا عارف شعورك كويس قوي، لكن إيه معنى الكلام ده؟ يحيى أنت حساس وذكي، وأنا سعيدة إني مراتك. أنا بحبك وبحترمك في نفس الوقت. مالك يا وفاء؟ في إيه؟ أرجوك افتكر الكلام ده مهما حصل، افتكر إني حبيتك أوي. إيه دي؟ إيه دي كده؟ خدي حمام ونامي بس يا مولانا. من فضلك يا يحيى من فضلك. لا استحملني الأيام دي لغاية ما لغاية ما إيه؟ وفاء أنت مش قلت أنا واحدة؟ آه. طيب الصباح رباح.
صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. انت رايحه الشغل؟ اي يا ريت يا وفاء تخلصي اجراءات الاستقاله بسرعه عشان يحيى متضايق من الموضوع ده. حاضر ان شاء الله. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ماما انت فاكره لما اديتيني الكليه بتاعتك؟ وايه اللي فكرك دلوقتي؟ انا عمري ما نسيت ابدا. انا كل ما ببص في وشك بحسد نفسي على كل اللي انا فيه ده. معقوله في ام في الدنيا تدي لبنتها كل الحنان ده؟ كل ام في الدنيا بتحب بنتها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحب في قلب الام مع لحظه الولاده. مع لحظه الولاده؟ ما هو من حكمه ربنا ان اللبن في صدر الام بيظهر مع الحب والحنان. انا نسيت اسالك، انت رضعتيني؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك اللي رضعتيني ولا رضعت صناعي؟ صناعي؟ صناعي ده ايه؟ لا طبعا انا رضعتك الرضاعه الطبيعيه بتاعت ربنا. لكن ايه لازمه الكلام ده؟ انا همشي دلوقتي يا ماما. مع السلامه. قضيتك اللي اتحبست فيها كانت قضيه ايه؟ ما تخلي الطابق مستور. ما انا ممكن اعرف بسهوله. يا بنتي يا حضره الضابط ما تنكشيش في حاجه. النكش في الماضي يتعب. احنا ولاد النهارده. يعني ايه ولاد النهارده؟ انا بسالك سؤال ترد على قد السؤال. قضيتك كانت ايه؟ مدام مصممه كانت مخدرات. حضرتك عرفت والدتي ازاي؟ ده كلام. احنا قلنا ما يصحش تجيب سيرتها في الاسم. بقول لك عرفت والدتي ازاي؟ ما احنا قلنا برضه بيزنس. ايه هو نوع البيزنس؟ يا بنت الناس الاكابر بلاش بلاش. بلاش ليه؟ من غير ليه؟ يا باردون عندي معاد بيزنس. اهو اتفضلي يا ستي. جايبين المشتي ناو. انا مش فاهمه حاجه. ليه كنت ماشيه غلط؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ ليه اديتيني الحب ده كله؟ ليه اديتيني الكليه بتاعتك؟ الله، انت مالك النهارده؟ دلوقتي انا عايزه اعرف الحقيقه حالا. حقيقه ايه؟ حسنيه دخلتيها سجن ليه؟ وانت كنت ليه بتجري في المخدرات؟ وانا حطيتيني في الوضع ده ليه؟ ايه التخاريف اللي بتقوليها دي؟ سجن ايه ومخدرات ايه؟ في واحده تتكلم امها بالطريقه دي؟ انا عايزك تقولي لي على الحقيقه. حقيقه ايه؟ تقولي لي كل اللي حصل. انت كنت بتتجري في المخدرات مع واحد اسمه صقر، وبعدين وقعتي في قضيه. بعد ما وقعتي في قضيه لبستيها حسنيه، بعد كده خدتيني عملتيني بنتك. مظبوط ولا لا؟ دي مؤامره. انا ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي. مين اللي مالى مخك بالكلام الفارغ ده؟ ويقصدوا ايه؟ ومين اللي بيلعب من ورا ظهرنا؟ بس 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 صدقيني وفاء الكلام ده غلط غلط غلط. ايه ده؟ غلط؟ ايه ده؟ دي شهاده وفاه ابويا وشهاده ميلادي المصوره. غلط برضو. خد اقريها. وفاء انا عشت في دوامه ايام طويله. كنت بقول يا رب كل الهواجس دي تطلع غلط، يا رب يطلعوا كلهم كدابين. لكن للاسف للاسف الحقيقه دلوقتي انا عايز اسمعها منك. انا مين؟
بنت مين؟ أرجوكي قولي لي الحقيقة. أنا مش عارفة أقول لك إيه دلوقتي. أقول لك يا ماما ولا أقول لك يا كوثر هانم؟ أنا ماما يا حبيبتي، أنا عايزة الحقيقة. سامحيني وفاء، كان لازم أعمل كده. تدخلي واحدة السجن وردة، وكان لازم أطلع منها. إيه اللي حطك في الوردة دي؟ غلط، غلطة كبيرة كبيرة أوي، غلطة عمري، وبحاول أكفر عنها. قوليلي كفرت؟ ما فكرتيش فيا أنا، ما فكرتيش في اليوم ده. انت عينيا يا وفاء، انت عينيا. واللي ولدتني، اللي ولدتني. قالوا لي حضرتك جيتي وطلبتيني، ما صدقتش ودان. اتفضلي. العفو يا بنتي. اتفضلي. العفو يا حبيبي. اتفضلي. مالك يا روحي؟ كف الله الشر. بتعيطي ليه؟ دموعك نازله ليه؟ في حاجة مضايقاكي؟ انت عارفة انا مين؟ حضرة الضابط وفاء. لا، امال مين؟ انا وفاء بنتك. بنتي؟ بنتي. ايوه يا حبيبتي. انا بنتك، بنتك وفاء، بنتك. برضه بتبرقي لي يا نورة؟ يا نورة بطلت تبريق. يا حبة عيني أنا مش ببرق لك، أنا بفتح عينيا قوي عشان تخش فيهم وتخش على قلبي من غير لحم ولا دستور. الله، يعني وأنت زعلانة بتبرقي وأنت مبسوطة برضه بتبرقي؟ خلينا في المفيد. خلينا في المفيد. الله يرحم والدك. اسكت. إيه؟ أنا قومت لك حتة محامي جدع قوي وزرفته العربون. زرفتيه العربون؟ لسه واقفة يا خالة. حلوة خالة دي يا بنت نورة. نعم خالة. ده إيه؟ سلام تشوف يا شويج، انا من دور ولادك. هو شايفك خالته فيها ايه يعني؟ والحل ايه؟ الحل في ايد ربنا يا بنتي. انت لازم تطلعي من السجن، لازم الظلم يتشال عنك. لكن في الوقت اللي هيتشال فيه الظلم عنك، ما هي اللي هتدفع الثمن؟ هي برضو امي، يعني المظلومه امي، واللي هناخد طارنا منها هي امي، اللي لازم تخرج من السجن امي، واللي تدخل السجن امي. شايفه الحيره اللي انا فيها؟ ما تشغليش بالك يا حبيبتي بيا، انا خدت على الظلم، خدت على الضلمه والسجن، ما عادتش تفرق معايا. لكن انا تفرق معايا كتير كتير قوي. انا ما اقدرش اسيب امي اللي ولدتني وادتني الحياه مسجونه وهي مظلومة، ما اقدرش. انا ما عدتش بكرهها، اللي سمعته منك عنها مسح كل اللي عملته فيا، لكن ما يمسحش اللي عملته في اخواتي، ما يمسحش ابدا انها شردت عيلة بحالها. عملت علشان الكتير. طب واخواتي؟ اسمتهم كده مش يمكن كانوا طولوا احسن مني؟ الفقر كان حيشدهم لورا. احيانا الفقر بيبقى حافز للنجاح. هتتدخلي في حكمة ربنا؟ بس ربنا ما يرضاش بالظلم. هتعضي الايد اللي اتمدت لك؟ ما اقدرش، ما اقدرش. دمي ملكها. بالراحة على نفسك يا بنتي. وانتي ما رحمتكيش ليه؟ ما رحمتش اخواتي ليه؟ اللي راح راح، واعتبارك يترد فيكي، وشبابك انتي شبابي، وعمرك اللي ضاع انتي عمري اللي جاي. وانتي لازم تخرجي من السجن. رايحة فين يا بنتي؟ هرجع لك تاني. حضرتك ايه اللي مزعلك كده؟
وايه اللي بعد حضرتك لغايه دلوقتي؟ كويس ان حضرتك بعتيلي عشان اشوفك. انا هطرح على العلمان بكره. قول الحقيقه، مش هسيبك تدخل السجن مهما كان الثمن. وانا ما يرضنيش انك تعرض نفسك لمشاكل بسببي، ده انا موت نفسي بسبب حاجه قد كده وتحصل لك. انا ما يرضنيش ان مظلوم يدخل السجن، خصوصا اذا كان اقرب الناس ليا. اخويا. اخوكي؟ عشان كلنا ولاد حواء وادم. لا، اخويا اخويا. مين؟ بتقولي ايه؟ حضرتك بتقولي ايه؟ انا اختك. اختنا؟ اختك وفاء. وفاء انت حسن يا عبد الحفيظ يا عدريس. طبعا طبعا هو ده المظبوط، هو ده المظبوط يا عدريس. اهلا وسهلا استاذ. خليك تعرف ساعات الساعة كام دلوقتي؟ انا بقالي 10 ساعات بجري. اسمع بقول لي، انا احوالي ما تعجبنيش. بس كنت فاهم ان انا اقدر استحمل اكتر من كده. تبقى غلطان. انت ساكت ليه؟ يا هي انا اللي جوايا مفيش حد في الدنيا يقدر يتحمله. الكلام الكبير ده استهلك مزعلني قوي. انا ده معناه ان مش حياتي كمان، وان في اسرار حضرتك مخبيها عليا. في اسرار يا يحيى. اسرار؟ اسرار ايه؟ بكره تيجي معايا النيابه علشان تغير اقوالك. اقوال ايه اللي غيرها؟ تقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق. هي دي الاسرار؟ ايوه، لان عتريس مظلوم لازم يخرج من السجن. عتريس مظلوم؟ مظلوم؟ ايوه، كان جاي يشوفني يا يحيى. يشوف حضرتك في اوضه النوم؟ ايوه، خبط لي وانا اللي فتحت له. ايه التخاريف دي؟ انت اكيد اتجننتي، مش عارفه بتقولي ايه. انا بقول الحقيقه. انهي حقيقه؟ عتريس اخويا. اخوك يعني ايه؟ اخوك في الانسانيه والجمل اللي انت عماله تقوليها دي، مش كده برضه؟ اخويا ابن امي وابويا. يعني ابن كوثر هانم ونبيل المشتناوي؟ لا، احنا ولاد واحده ست غلبانه اتحكم عليها بالسجن مؤبد، واب اسمه عبد الحفيظ. عيله كانت بتكمل عشاها نوم. كوثر هانم. أمي دخلت أمي السجن. مش مصدق اللي بسمعه ده. يا نهار اسود. يحيى تقدر تطلقني. أنا هتحمل الصدمة. بس أنا ليا رجاء عندك. بعد ما تطلقني تروح النيابة تشهد تقول إن عتريس ما كانش جاي يسرق. وأنا آسفة. أسفة أوي يحيى على كل اللي تسببته لك. أنا إنسان عكس كل مبادئك وأخلاقك. أمي مسجونة وأخويا حرامي وأخواتي متشردين وأمي التانية، أمي التانية غلطت في حق الناس والمجتمع. بس أعمل إيه؟ ما كنتش عارفة. وفاء انت قولها قولها يا حبيبي. نأجل الموضوع ده لغاية ما نخلص موضوع عتريس. لا لا يا يحيى، أنا مش عايزك تروح النيابة وفي أي صلة بينك وبين عتريس. خلص موضوع عتريس الأول وبعدين نروح للمأذون، بعد كده كل واحد يروح لحاله. أنا مش فاهمة أي حاجة، أنا مخي بيلف يا جدعان. مش هنسجن إزاي إذا كانوا شهدوا علينا إننا كنا داخلين نسرق؟ يا ابني يا زكي يا حرام الغسيل، ما هم جوه عند البيت واكلين نيابة بيعدلوا شهادتهم. بعد ما طلعت يا بيبو. شو وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ أنا بقول يمكن سمعت غلط ولا حاجة. أنت هتجنني يا جدعان أنت؟ مش معقول كمان أكون حضرة أخو حضرة الصمت. ليه؟ مش هي اللي قالت؟ يعني أنا نسيب البيت دكتور الباشا اللي جوه عند وكيل نيابة؟ أنت هتجنني يا عتريس. ما تبرقليش يا نورة.
الموضوع ده بالذات مش عايز تمرين، وانت كمان بتبرق لي ليش؟ ابرق لك ازاي؟ اه ده انت حبيب قلبي، انت مش لوحدك وصابر. حازم حازم انتباه. مين اللي جه الهلومه اللي معصاب ده؟ بليز باشا باشا جوز اختي. اطمن يا عروس، ربنا يخليك ليا يا سعاده باشا. ايدك خدها يا باشا. هذه من ايدي. واحنا نقدر نستغنى عن سعادتك؟ على فكره يا باشا انا يعني قلبي زي البفته البيضاء، زي البفته البيضاء، زي الترجال، عشان يعجب سعادتك. انا كويس قوي، انا عارف بشكل مضايق سعادتك. والبنت اللي دي انا ما اعرفهاش. لا عكيز، انا كمان ما اعرفهاش سعادتك. خلاص يا بنت انت، والواد ده كمان ما اعرفوش. الاثنين دول قاع المجتمع. وبعدين يا سعاده الباشا، انا لما بستحمى ببيض ومناخيري بتصغر وبتدخل لجوه. وليه اخ دبلوم تجاره بيتكلم انجليزي لبلب يا باشا؟ اسمع ما اقول لك، هخلص خالص يا باشا. انا عارف ان انا بلبخ كتير، بس اعمل ايه؟ تفكير على قدي. انا خدام سعادتك يا سعاده الباشا. عتريس ما تقولش كده. حاضر يا استاذ هانم. ايه ست هانم دي؟ في حد بيقول لاختي يا استاذ هانم؟ انا شخصيا مبادره، انا مضطر امشي دلوقتي، واللي اتفقنا عليه هيحصل. توصل لك الورقه. الباشا زعلان من ايه؟ وايه حكايه الورقه دي؟ مفيش. اوعى كل حاجه وحشه، احنا عالم غلط. سيبينا احنا، المهم انت يا استاذ وفاء. انا مش ممكن حاسبكم. انا همشي دلوقتي يا عدريس، وهم هيعملوا الاجراءات عشان تخرجوا، وبعد ما تخرج نبقى نروح لامنا في السجن. حاضر. عدريس خلي بالك من نفسك. شوف الحلاوه ده زكي، شوف الحلاوه بنت نورة. بتقول لي خلي بالك من نفسك. الله، مش اختك يا عدريس. وبعدين تعالى هنا، ايه حكايه معرفش بنت نورة دي؟ انت قوم هتتبرى منها عشان طلعت لك اخت ظابط؟ ببلعك يوم شويه بشويه. تبلعني يعني ايه؟ ما تبرقليش يا نورة، والله ما تبرقليش يا اخي. بتبرقلي من ايه يا ابني؟ بتبرقلي من ايه؟ شوط البصل الواد وصل. اهلا اهلا يا عدريس بيه. طمع. اهلا. عاوزين يخش في البيت وكيل النيابه. اتفضل يا باشا، اتفضل الاول، اتفضل. مساء الخير وفاء، انا جاي عشان. حاضر يا حي، اطلع حضر الشنطه. انا مش جاي عشان الحاجات دي وفاء. اي حاجه هتؤمر بيها يا يحيى انا هنفذها لك. انا عارفه ان انا اتسببت لك في مشاكل كتير، ارجوك اتصرف من غير حرج. كل الشواهد كانت بتقول انك من اسره عظيمه. الدليل انت يا وفاء، مثال للانسان اللي على قيم وخلق. انا فكرت ولقيت ان الفارس الشجاع صاحب القيم والاخلاق ما يتخلاش عن موقعه في وقت الشده. وفاء، انا ما احبش اكون فارس جبان. يحيى، انت يوم ما اتجوزتني كانت ظروفي مختلفه. انا دلوقتي مش مناسبه ليك، مش عايزاك تبقى مكسوف مني. انت ما شرفكش ترتبط بواحدة اهلها. يا وفاء، انت قدري والقدر ما بيتعاندش. انا اخترتك وانت مالكيش ذنب. انت سبق قلتي لي انك مخلوق عكس مبادئي. بالعكس يا وفاء، انت بالذات فيكي كل مبادئي. صدقيني يا هي. بلاش حياتك تعبانة أوي، تعبانة. كوسر عيني فيه؟ رحت تبلغ عن نفسها في النيابة. حتى كوسر هاني فارس شجاع. بس أمي هتتسجن يا يحيى. مفيش حل غير كده. أعمل إيه؟ لازم نقف جنبها. أعمل إيه؟ لازم نقف جنبها في محنتها. يلا بينا حبيبتي. يلا. طمنيني يا ماما، إيه اللي حصل؟ خير يا أستاذ، خير يا كوسر هاني. للأسف مش هتعاطف على كل اللي عملته في حسني. ايه اللي حصل يا استاذه؟ القضيه بتاعت كوثر هاني. أيوة. اللي خلت الست حسنيه السجن. أيوة. سقطت بالتقاضي. طب الحمد لله يا ماما. طب ممكن اعرف ايه اللي هيحصل في الست حسنيه؟ امي هنعمل اجراءات اعاده المحاكمه لظهور اسباب جوهريه جديده. ايوه، وهنرفع قضيه رد اعتبار. انا تعبانه، ضميري مش مستريح خالص. في حل تاني يا كوثر هاني. أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان أعوض حسنية على السنين اللي فاتت. أنا رأيي
انك تخصصي كل ثروتك للاولاد اللي اتشردوا كديه شرعيه تهيئ لهم بيها حياه كريمه. ولازم ندور على الاولاد دول وباذن الله هنلاقيهم. وانا عليا التوجيه والنصح وتهيئ الجو المناسب ليهم عشان يبقوا بني ادمين كويسين. انا موافقه اديهم عمري، بس ربنا يسامحني وانتم تسامحوني. انا رايي ان احنا بالطريقه دي يبقى عملنا حاجه كويسه جدا للمجموعه دي، مش كده؟ يحيى انت بتقول كلام اللي ما كانش عاجبك. وفاء انت اثبتي لي ان البيئه الطيبه بتخلق انسان عظيم. انا فخوره بيك قوي يا يحيى. ودلوقتي انا عايزه اشوف حسنيه عشان اخليها تسامحني. انا رايي ان احنا كلنا نتلم في حته واحده، مش كده؟ ونعيش يا يحيى ونعوض امي كل اللي شافته. امي، امك يا عدل. سامحاني من قلبك. سامحاني. كفايه اللي عملتيه لبنتنا. امك عتريس. أمّا صحتك كانت على السجن يا أمّا. يا ولد أمّا علي، علي خش علي، خش علي. أمّا البنت إخواتك فين؟ هنلاقيهم إن شاء الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله موضوع المستشفى الخاص زي ما اتفقنا هيخلص وكل واحد من ولادنا هيلاقي شغل. ربنا يخليك ليهم يا ابني. اتفضلي. الموقف متأثر. لا لا اتفضلي. لا 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 معلش معلش يا دكتورة باشا، اتفضلوا معايا اتفضلوا. تعالى كمان يا دكتور والمرشد في ورانا. تعالى يا جماعة اتفضلوا. حضور أنا اللي أجبت الحضور يابا. اركب يا علي، اركب علي جنب جنب هنا علي. تعالى علي، تعالى يابا اطلعي. اطلعها هتنصابت هتنصابت يا فايا الدكتور الباشا. بعد انت جنب الستات وانا هقعد على وعلي. يلا 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 بالصلاه على النبي جاهزين يا احمد. يلا يلا يلا.